دي حاجات كتير قوي. السيكولوجي عندنا كذا برانش زي ما قلنا في اجهزه اللي احنا بنسميها الاميليت. هو ده السؤال اللي فيه مشكله بس، والباقي كله هيجي من كتاب، هيجي من كتاب الاسم عندي خالص. انا مش هطلع حاجه بره كتاب الاسم. الاميليت مثلا هيجي يقول لك الاميليت برانشز اوف سيكولوجي. برانشز اوف سيكولوجي ده سؤال مهم خالص. زمان كان الامتحان بيجي خمس اسئله كل سؤال ب 10 درجات. خلاص؟ كان سؤال زي سؤال الاميليت برانش اوف سيكولوجي ده ب 10 درجات. هم كان في حوالي 20 سؤال او 22 سؤال هم اللي بيجوا ما بيخرجوش بره الامتحان خالص. تمام؟ ده زمان. دلوقتي من ساعه ما عملوا حكايه الام سي كيو ديت وبدا يجيبوا اسئله الاميليت عاد ممكن حاجات صغيره برضه تدخل في الايه في الكتاب. اول حاجه عندنا هنشرح الاميليت. نعيش بس بقول لك انت من النوع اللي ما بيحضرش ما فيهوش كورسات. مين اللي بدي هنا؟ دكتور هاني ولا مين؟ بدي هنا في البتاع. امال التصوير ده الفيديو اللي كان الفيديوهات اللي معانا مش فاهم الحمد لله. اول شابتر عندنا اللي كان شابتر اللي هو تعريف السيكولوجي او البرانش اوف سيكولوجي خلاص صفحه 5 في المذكره. خلاص السيكولوجي دوت هو ايه؟ هو العلم اللي بيدرس سلوك الانسان، روحه، عقله، تعامل الانسان مع البيئه. طبعا التعريف لازم يكون مهم لان احنا لما كنا بنيجي نكتب سؤال اسمه برانش اوف سايكولوجي كنا لازم نكتب التعريف. اقول لنفسكم اي سؤال في طب لما تيجوا تجاوبوه لازم تكتبوا التعريف. يعني مثلا الفاكتورز افكتنج مثلا اي حاجه لازم تروح معرف الحاجه دي وبعد كده تكتب الفاكتورز. دي حاجه مهمه في اي سؤال لان في ناس كتير بتنقص بسبب ان هو ما بيكتبوش التعريف. خلاص التعريف هنا مش مهم. اول سؤال مهم سؤال الاميريت حاجه اسمها برانش اوف سايكولوجي. لما اجي اقول برانشز اوف سايكولوجي ديت يا جماعه خلاص هقول في حاجه اسمها بيور سايكولوجي وحاجه اسمها ابلايد سايكولوجي. بيور سايكولوجي معناها ايه؟ معناها بدرس مفاهيم معينه في السايكولوجي. بيور حاجه بيور يبقى ايه؟ انكريس سايكولوجيكال نولج يعني بنزود بيها معلوماتنا عن السايكولوجي. خلاص انما ابلايد سايكولوجي معناها ازاي نستخدم المفاهيم اللي احنا كنا عاملينها من السايكولوجي ديت في المجالات المختلفه. ازاي نستخدمها في علاج المرضى؟ ازاي نستخدمها في التعليم؟ ازاي نستخدمها في اي حاجه ثانيه؟ خلاص كده ده بالنسبه للايه؟ ده بالنسبه للبرانش سايكولوجي. في حاجه اسمها بيور وحاجه اسمها ابلاي. اول حاجه بيور سايكولوجي لما اجي احفظه هيجي يقول لك انوميريت برانشز اوف بيور سايكولوجي. اكتب له ايه؟ A B C D E F G. يبقى البرانشز بتاعت البيور سايكولوجي هحفظهم A B C D E F G. خلاص؟ G جنرال سايكولوجي. يعني ايه جنرال سايكولوجي؟ جنرال سايكولوجي بجد معناها اللي هدرس بيها كل ما في مش سايكولوجي. يعني ايه موشن؟ موتيف يعني دافع. يعني ايه موشن؟ موشن يعني عاطفه. يعني ايه مثلا انتليجنس؟ انتليجنس يعني ذكاء. جنرال معناها مفاهيم السايكولوجي. اف فيسيولوجيكال سايكولوجي. فيسيولوجيكال سايكولوجي معناها ازاي هدرس التغيرات الفسيولوجيه اللي بتحصل مع الانسان مع الايموشن بتاعته. يعني لو واحد يزعل ضغطه بيرتفع، لما واحد يجي له اكتئاب ضغطه يقل وهكذا. التغيرات الفسيولوجيه اللي بتحصل مع الانسان. ايه يعني اجتماعي؟ اجتماعي يبقى سوشيال سايكولوجي. سوشيال سايكولوجي او اجتماعي معناها علاقه الانسان بالمجتمع. هنحفظها بس سوشيال سايكولوجي. دي ديفلوبمنتال سايكولوجي. ديفلوبمنتال سايكولوجي معناها تغير سلوك الانسان خلاص مع نموه. يعني سلوك الطفل تجاه حاجه معينه هيبقى مختلف مع سلوكه لما يكبر، مختلف لما يبقى مثلا واحد عجوز. دي اسمها ديفلوبمنتال سايكولوجي. سي كومباراتيف سايكولوجي. كومباراتيف انا هقارن سلوك الانسان مع الحيوان ومع الكائنات الاخرى تجاه حاجات معينه. دي اسمها كومباراتيف سايكولوجي. كومباراتيف سايكولوجي. بي ابنورمال سايكولوجي. ابنورمال سايكولوجي معناها السايكاتري. السايكاتري دي ان شاء الله حاجه هتبدا في سنه خمسه معناها علم النفسيه. الامراض بتاعت السايكولوجي يعني واحد عنده سكيزوفرينيا، واحد عنده مانيا، دي كلها امراض هتبدا ان شاء الله سنه خمسه في حاجه اسمها الابنورمال سايكولوجي او بين قوسين حاجه اسمها سايكاتري. ايه انيمال سايكولوجي؟ انيمال
هو العلم اللي حدث بيه سلوك الحيوانات تجاه الاشياء المختلفه. يبقى اول سؤال مهم ممكن يجي لي حاجه اسمها branches of psychology، في منها بيور وفي منها ابلاي. البيور سايكولوجي A B C D E F G، G general psychology، F physiological psychology، E اجتماعي social psychology، D developmental psychology، C comparative psychology، B abnormal psychology، A animal psychology. سؤال مهم جدا جدا جدا. طب ايه هي الابلايد؟ الابلايد انا هبدا استخدم الحاجات اللي انا قلتها خلاص، اللي هي كل التعريفات اللي انا علمتها والحاجات دي في المجالات المختلفه. ايه هي المجالات المختلفه دي يا جماعه؟ اول حاجه اسمها كلينيكال سايكولوجي. كلينيكال ازاي انا هستخدم علم السايكولوجي في علاج المرضى؟ ازاي انا احط دكتور نفسي مثلا في مستشفى بتاع كانسرز بتاع اورام عشان يعالج الناس اللي هم عندهم الكانسرز دول بحيث يقلل عنهم التعب والمشاكل اللي عندهم؟ ده اسمه كلينيكال سايكولوجي في علاج الامراض. بعد كده حاجه اسمها كاونسلنج سايكولوجي. كاونسلنج معناها استشاره. كل واحد مشهور او لعيب كوره او ممثل او كده بيبقى له طبيب نفسي بيستشيره في حاجات معينه، هو برضه يعتبر علاج نفسي زيه زي الكلينيكال بس على اقل شويه، هي دوبك حاجه اسمها استشاره طبيه. يبقى كاونسلنج دي معناها استشاره طبيه. رقم ثلاثه حاجه اسمها educational psychology. educational ازاي بنستخدم educational psychology؟ ازاي بنستخدم السايكولوجي في تطوير التعليم؟ تشوف لما في المدرسه بنعمل مثلا حصص للموسيقى، حصص للالعاب، حصص الحاجات دي، بنخلي الفصل شكله حلو، الطلبه بتروح. لما نعمل لهم كل شويه امتحانات في طب ونقفهم في عشتهم ومحدش عاوز يحضر، خلاص كده دي اسمها ايه؟ دي اسمها educational psychology. واخر حاجه اسمها occupational psychology. ازاي احط الانسان الصح في المكان الصح؟ كلنا متخرجين من طب، بس واحد فينا ينفع جراح، واحد تاني ينفع دكتور بيشرح، واحد تالت ينفع بطنه، واحد اطفال وهكذا. ازاي انا احط الانسان الصح في المكان الصح عن طريق السايكولوجي بتاع الانسان ده؟ دي حاجه اسمها occupational psychology. occupational psychology هم اربعه: clinical psychology، counseling psychology، educational psychology، occupational psychology. ده اول سؤال، هو السؤال المهم في اول صفحه. لو قلنا ممكن حاجه ثانيه تيجي، يقول لك الديفينيشن بتاع السايكولوجي فيه اربع كلمات مهمين: حاجه اسمها ساينس يعني ايه؟ اللي بيدرس البيهيفير، يبقى في كلمه اسمها بيهيفير خلاص بتاع المان والحيوانات تجاه البيئه، يبقى هو ساينس. رقم اثنين بيهيفير، ورقم ثلاثه بيدرس سلوك الانسان والحيوان تجاه الانفايرمنت. حد عنده سؤال كده يا جماعه؟ ده اول سؤال وده اهم سؤال في الصفحه. صفحه رقم سته، ايه هي الميسج اوف سايكولوجي؟ الميسج اوف سايكولوجي برضه ممكن يجي بس احتمال برضه اضعف بكتير من البرانش اوف سايكولوجي. يعني ميسج اوف سايكولوجي يعني ازاي بنستخدم او ايه الطرق المختلفه اللي بندرس بيها السايكولوجي؟ خلاص؟ اول حاجه اسمها ديسكريبتيف ميثود. ديسكريبتيف ميثود معناها طرق وصفيه. بصف حاجه معينه، طرق وصفيه. هي بتنقسم لكذا حاجه، حاجه اسمها ناتشرال اوبزرفيشن وحاجه اسمها سيستماتيك اوبزرفيشن. ناتشرال اوبزرفيشن معناها ايه؟ انت دكتور هتخش لك مرضى بعد كده، يجي الدكتور الاكبر منك يسالك يقول لك ايه؟ يقول لك هو المريض اللي جالك دوت عنده ايه؟ هتقول له مثلا ده قال لي ان هو عنده وجع في بطنه. انت لو رحت الاستقبال دلوقتي ورحت والدكتور بتاع البطن قال لك شوف العيان ده عنده ايه؟ تروح تساله، تروح قايل له ايه؟ عندك ايه؟ راح قايل لك عندي وجع في بطن، وتسكت على كده. فانت هتروح قايل للدكتور انا ده عنده وجع في بطنه، صح؟ دي اسمها ديسكريبتيف ميثود او حاجه اسمها ناتشرال اوبزرفيشن، انت دوبك وصفت اللي عنده، خلاص؟ طب لو انا بقى دكتور البطنه وراح اسالك، انا هقول له بطنك اللي بيوجعك؟ هيقول لي بطني بتوجعني. طب اقول له طب من امتى؟ طب الوجع شمال ولا يمين؟ طب بيزيد مع ايه وبيقل مع ايه؟ انا كده سالته على اساس علمي، صح؟ دي اسمها سيستماتيك اوبزرفيشن. سيستماتيك يعني انا بحلل الوصف اللي الشخص قاله لي. يبقى دلوقتي اول حاجه اسمها ناتشرال اوبزرفيشن، انا وصفت الحاله اللي قدامي زي ما هي. رقم اثنين سيستماتيك، يعني انا بحللها او بوصفها على اساس علمي. رقم ثلاثه حاجه اسمها كونستراكشن ستاتستيك. لو ان احنا مثلا لما نيجي نشخص الزايده في تكنيك معين، انت لو ضغطت على بطن المريض كده هيقول اه بطنك توجعه، يعني لو شلت ايدك هيصوت اكتر. ده تيست بعمله عشان اتاكد ان المريض عنده زايده ولا لا، تمام؟ فدي اسمها كونستراكشن اوف اتست، يعني هعمل تيست معين اشخص بيه خلاص الحالات المعينه. طبعا انا بتكلم دلوقتي على مرض مشهور اللي هو الزايده، انما الحاجات اللي هو بيقولها دي بيتكلموا على الامراض السيكولوجيه زي قلنا المانيا، سيزوفرينيا، اوبسيسيف كونفالسيف اللي هو حاجه اسمها الوسواس القهري، حاجات كتيره خالص، تمام؟ بعد كده حاجه اسمها كلينيكال كيس هيستوري. الهيستوري يا جماعه ازاي اخد تاريخ المرض للعيان، او عمليات قبل كده، طب انت عندك ضغط، طب انت عندك سكر، طب المشكله دي حصلت لك قبل كده، اسمها كلينيكال كيس هيستوري. واخر حاجه اسمها انتروسبكشن. انتروسبكشن يا جماعه الفراسه، يعني ايه فراسه؟ واحد طلعت من بره كده تقول المريض ده بتاع زيت، واللي جاي لك من الناحيه الثانيه ده ده مغص كلب، واللي جاي لك هناك دي بتتدلع. يبقى انت ايه بخبرتك عارف اللي داخل ده ايه، خلاص كده اسمها انتروسبكشن او الفراسه.
يبقى ديسكريبتيف ميثود. هو ممكن يجي يقول لك سؤال ايه هي ميثود اوف سايكولوجي، ايه ده حاجه اسمها ديسكريبتيف ميثود. وبعد كده في حاجتين كمان، حاجه اسمها اكسبيرمنتال وحاجه اسمها ديسكريبتيف. ممكن يجي يقول لك انوميريت الايه الديسكريبتيف ميثود. الديسكريبتيف ميثودز اللي انا شرحتها ديت هم حاجه اسمها ناتشرال اوبزرفيشن، حاجه اسمها سيستماتيك اوبزرفيشن، حاجه اسمها كونستراكشن تيست، حاجه اسمها كلينيكال كيس هيستوري، وحاجه اسمها انتروسبكشن اللي هي الفلسفه. بعد كده الناحيه الثانيه اللي جنبها حاجه اسمها اكسبيرمنتال ميثود. اكسبيرمنتال ميثود يا جماعه الطرق التجريبيه، انا هعمل تجربه اللي هي ايه؟ اختار مشكله معينه وهبدا احلها. انا مثلا اكتشفت ان في البلد هنا مشكله مرض بالهيستيريا، رحت نازل على البلد ديت وقلت خلاص انا هعالج الناس. في ناس قالوا طريقه وناس قالوا طريقه، ناس قالوا احنا هنجيب البلد كلها خلاص وندي كل واحد العلاج بتاع البلاريسيا ونوعيهم ان هم ما ينزلوش في دي بلد. البلد الثانيه قالوا لك لا احنا هنمسح الراجل وهو نازل الترعه ويحط كريم معين خلاص عشان الكريم دوت البلاريسيا ما تعرفش تخترقه وهو خارج من الترعه ينشف خلاص كده. وشفنا البلد دي وشفنا البلد دي، لان ان البلد الاولانيه كل الناس اللي عندهم بلاريسيا خفوا، ما حدش عارف بيجيب بلاريسيا. البلد الثانيه طبعا لا حد هيحط كريم ولا كده، كل الناس فشلوا او الناس لسه عندهم بلاريسيا. اكتشفنا ان الطريقه الاولانيه كويسه والطريقه الثانيه وحشه. دي اسمها تجربه، انا عملت تجربه وطبقتها، لقيتها كويسه هقويها وهكملها، لقيتها وحشه هبطلها ومش هينفع اكملها. خلاص كده دي اسمها اكسبيرمنتال ميثود. اكسبيرمنتال ميثود اللي هي اول واحد حاجه اسمها سيلكت ا بروبلم، هختار مشكله. رقم 2 فورميليشن اوف هايبوثيسيس، يعني هعمل نظريه، هرسم النظريه، فورميليشن يعني هكون نظريه. رقم 3 حاجه اسمها بريدكشن اوف كونسيكونسز، بريدكشن يعني هتوقع النتائج. يبقى بريدكشن اوف كونسيكونسز معناها هتوقع النتائج. ارينجمنت اند اكسبيرمنت، هبدا بقى اعمل التجربه بتاعتي. لو لقيتها فيريفايد، فيريفايد يعني اكدناها انها كويسه، وي ويل سترينس ات، سترينس ات يعني هنقويها. طيب لو لقيناها نوت، يعني لو لقيناها وحشه، وي ويل ريجكت ات، ريجكت يعني هنمنعها او هنبطلها. خلاص كده يا جماعه. يبقى اي مشكله عندي في الطب، اي مرض، بنشوف له دواء معين ونبدا نستخدمه على المرضى. لقيناهم خفوا هنكمل في الدواء ده ونكمل دراسات، لانهم مش خفوا هنقول لهم مشاكل هنبطله. دي حاجه اسمها اكسبيرمنتال ميثودز، الطرق الايه التجريبيه. دي رقم 2. يبقى في السايكولوجي عندي حاجه اسمها ديسكريبتيف ميثودز، والحاجه الثانيه حاجه اسمها اكسبيرمنتال ميثود. رقم 3 حاجه اسمها ستاتستيكال ميثودز. ستاتستيكال يعني احصاء. ان شاء الله كلكم بقى لو تتخرجوا تعملوا ماجستير هتعملوا رساله، الرساله دي لها حاجه اسمها احصاء. كلنا هندرس الاحصاء دي ان شاء الله كان العمر خلاص، وهنبدا نعرف يعني ايه ستاتستكس. ستاتستكس دي ببساطه هقول انا نزلت القريه الفلانيه لقيت 50% عندهم بلاريسيا و50 ما عندهمش. نزلت قريه ثانيه لقيت 20 عندهم و80 لا. لما عالجت القريه الاولانيه بالدواء بقى 10 منهم في المية اللي عندهم و90 لا. فاهمين قصدي؟ دي كلها اسمها ستاتستيكال. ستاتستيكال يعني طرق احصائيه. يبقى السؤال اللي ممكن يجي هنا يقول لك انوميريت ميثودز ان سايكولوجي هم ثلاثه، حاجه اسمها ديسكريبتيف وصفي، حاجه اسمها اكسبيرمنتال، اكسبيرمنتال يعني تجريبي، رقم ثلاثه حاجه اسمها ستاتستيكال يعني احصائي. ممكن يجي يقول لك اتكلم عن الاكسبيرمنتال ميثود، او يجي يقول لك اتكلم على الايه الديسكريبتيف ميثود. حد عنده سؤال هنا؟ حتى الان السؤال اللي انا لسه شرحه دوت نص نص، ممكن وممكن. انما البرانش اوف سايكولوجي اللي انا قلت اول واحد مهم جدا جدا جدا. خلاص كده يا جماعه؟ الناس اللي لسه الدكاتره اللي لسه داخلين، انا شرحت دلوقتي سؤالين. السؤال الاول اسمه برانشز اوف سايكولوجي، والسؤال الثاني اسمه ميثودز اوف سايكولوجي. خلاص كده؟ دول اول سؤالين. في حاجه ثانيه برضه مكتوبه في الكتاب ممكن تيجي نمريت، بس عمرها ما جت في امتحانات، الكلمه مالهاش لازمه. بيقول لك فور اندرستاندينج هيومن بيهيفير، عشان نفهم التصرف بتاع الانسان. في كذا طريقه عملوها. اول حاجه اسمها الهيومانستيك ابروتش. انا ببساطه كده السايكولوجي دي عباره عن ايه يا جماعه؟ شويه علماء كل واحد بيقول حاجه على مزاجه. يعني يقول لك مثلا لو واحد قتل واحد، فرويد يقول لك ده في حاجه جواه خلاص اللي هو اللاوعي، سلط الوعي خلاه ايه؟ خلاه يقتله. ناس تانية تقول لك لا ده كل واحد له اراده والاراده ديت هو اللي شغاله. واحد تالت يقول لك ده كده وكده، يعني الاثنين مع بعض. فكل واحد عالم مدرسه وكل واحد شغال بمزاجه في السايكولوجي دي. خلاص كده؟ هنا بيقول لك عشان افسر البيهيفير بتاع الانسان في ثلاث حاجات. اول حاجه اسمها الهيومونستيك ابروتش. ببساطه الهيومونستيك ابروتش دي معناها ان الانسان له اراده، يعني مفيش حاجه الانسان بيعملها غير بمزاجه. دي اول واحده، حاجه اسمها الهيومونستيك ابروتش. خلاص كده؟ رقم اثنين جنرال ليفنج سيستم ثيوري. برضه دي بيقول لك ان الاعمال اللي احنا بنعملها دي حاجه احنا مجبرين عليها بسبب ان احنا عباره عن سيستمز. يعني ايه سيستم؟
في سيستم اسمه الانسان، في سيستم اسمه البيئه، سيستم اسمه القطط، سيستم اسمه الكلاب، يعني في كذا سيستم، والسيستمز ديت كلها كل واحد فيها علاقه مع الثاني، فالتصرفات اللي احنا بنعملها كلها مرتبطه ببعض. دي حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها جنرال ليفنج سيستم ثيوري. جنرال ليفنج سيستم ثيوري. رقم 3 حاجه اسمها بيولوجيكال ابروتش. بيولوجيكال ابروتش ده ابروتش يعني طريق، يعني طريقه. بيولوجيكال يعني هي الطريقه اللي هنشوف بيها التغيرات الفسيولوجيه اللي حصلت في الانسان مع الايموشن بتاعه. زي ما قلت لكم سؤال موجود في الكتاب ملوش اي لازمه وصعب الدكتور يجيبه، خلاص، بس انا كاتبه عشان احتمال يجي. احنا متفقين يا جماعه اللي هقول عليه مهم تذاكروه صعب، والباقي يعني ايه؟ خلاص كده. يبقى السؤال اللي هو حاجه اسمها اندرستاند هيومن بيهيفير، يا دوبك بس تحفظ العناوين. حاجه اسمها هيومنستيك ابروتش، حاجه اسمها جنرال ليفنج سيستم ثيوري، حاجه اسمها بيولوجيكال ابروتش. بعد كده في حاجه اسمها سكولز اوف سايكولوجي. سكولز دي موجوده في الكتاب بقى لها 20 سنه، هو عمره ما جت، يعني عمره ما جه قال لك اتكلم عن سكولز اوف سايكولوجي. يعني سكولز اوف سايكولوجي في كذا عالم، كل عالم طلع مدرسه، المدرسه دي بتعتمد على اسلوب معين. يعني في واحد اسمه فاندت، دبليو هنا في، خلاص، زي الايه الالماني. فاندت دوت عمل مدرسه اسمها استراكشراليزم. استراكشراليزم دي مدرسه بيقول لك ان هو بيعتمد على الفراسه، خلاص كده، بيعتمد على الفراسه. يعني ايه الفراسه؟ لما يجي يصف اي مرض او اي حاجه بيعتمد على خبرته، ان هو يشوف الشخص اللي قدامه يقول ده عنده كذا وكذا وكذا. فده المدرسه الاولانيه اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها فاندت، اللي عمل حاجه اسمها استراكشراليزم. في مدرسه ثانيه، خلاص كده، اسمها فانكشناليزم، دي عمل حاجه اسمها ويليام جيمس وحاجه اسمها شيكاغو جروب، وحاجه العلماء الموجودين في شيكاغو. وقال لك دي بتعتمد برضو على حاجه اسمها الملاحظه. الملاحظه يعني انسبكشن، اشوف اللي قدامي وحد اصلي فيه. زي ما قلت لكم انا ما يهمنيش تعرف دي معتمد على ايه ودي مش معتمد على ايه، هو جدول كده في الكتاب عمره ما بيجي وعمره ما بيجي في الامتحان، خلاص. في حاجه اسمها سكولز اوف سايكولوجي اللي هي الاسماء اللي قدامكم دوري، اللي هي حاجه اسمها استراكشناليزم، حاجه اسمها فانكشناليزم، حاجه اسمها اسوشيشناليزم، حاجه اسمها بيهيوريزم، حاجه اسمها جستال، وحاجه اسمها سايكو اناليسيس. كل دول اسامي مدارس، وكلها كل واحده مكتوب اسمها جنبها اسم العالم اللي عملها. انا عمري ما شرحتها وعمرها ما جت، عاوز يقراها يقراها، اللي مش عاوز هو حاضر، بس انا بقول لكم 99% مش جاي. فاهمين يا جماعه؟ طبعا احنا حصتنا وقتها صغير، انا هقول لكم اللي بيجي. يعني انا عارف امتحانات من سنه 90، شايف امتحان كل سنه، كنت مجمعهم قبل كده في مذكره، اللي هي امتحانات من سنه 90 لغايه السنه دي، فانا عارف اللي بيجي، عمر المدرسه دي ما جت. خلاص كده؟ وحتى عشان اجيب انجوريت فيها صعب. فانت لو عاوز تبقى في السيف سايد، احفظ الاسامي بس. دي حاجه اسمها استراكشناليزم، حاجه اسمها فانكشناليزم، حاجه اسمها اسوشيشناليزم، حاجه اسمها بيهيفيوراليزم، حاجه اسمها جستال، وحاجه اسمها سايكو اناليس. معظم الحاجات دي هندرسها كمان شويه، هقولها في الشباب الجاي. شابتر 2 مهم جدا. شابتر 2 اللي هو حاجه اسمها سايكو اناليس. فرويد عمل مدرسه سماها مدرسه التحليل النفسي، اللي هي السايكو اناليس. خلاص؟ اول حاجه ذا بيزك كونسيبت of Freudian theory is، يعني ايه هي الاشياء الاساسيه اللي اعتمدت عليها مدرسه فرويد. خلاص كده؟ اول حاجه عندي حاجه اسمها سايكيك ديترمينيزم. سايكيك ديترمينيزم كما قدامكم دي معناها التقنيه السايكولوجيه. التقنيه السايكولوجيه يعني ايه يا جماعه؟ في ناس مولودين مننا طيبين جدا، ناس تانيين مولودين ان هم اشرار بطبيعتهم. فاهمين قصدي ايه؟ دي اسمها تقنيه سايكولوجيه، سايكيك ديترمينيزم. دي اول واحده اتكلم عنها، او يعني زي ما اقول لك ايه، نظريه فرويد دي بتعتمد على 10 اجزاء. اول جزء منهم اتكلم عن حاجه اسمها سايكو ديترمينيزم، خلاص كده، اللي هي الحقيقه السيكولوجيه ان كل واحد فينا مولود بطبيعته، واحد مولود شراني والتاني مولود طيب وهكذا. ثاني حاجه اسمها الرول اوف ان كونشوس بروسيسز. ان كونشوس بروسيسز اللي هو اللاوعي، اللاوعي يعني العقل الباطن. يعني فرويد شايف ان في دور كبير للاوعي بتاعنا او الباطن بتاعنا اللي بيدفعنا ان احنا نعمل حاجات معينه. يعني اللي بيسرق ده ما بيسرقش بمزاجه، لا ده غصب عنه. خلاص كده؟ دي اسمها ايه؟ دي اسمها الرول اوف انكونشوس بروسيس. رقم ثلاثة حاجه اسمها انستكتشوال درايف. انستكت معناها الغريزه. عارف الكلام صعب جدا، واللي هيروح يقرا الكلام ده لوحده في البيت عمره ما هيفهم منه كلمه. واللي انا بقوله اقول تاني يا دكاتره، الماده دي مش مادتي، انا معيد في قسم جراحه الكلى والمسادي، ان شاء الله هتبدا في سنه سته. خلاص كده؟ وانا بشرح بره الثالثه. ان شاء الله اللي يحضر لي بره في سنه ثالثه هيذاكر البره كلها في شهرين، ومش هيقل ان شاء الله عن 145 من 150. واسالوا الناس اللي حضروه، يعني مش مثلا تيجي تساله واحد يقول لك ناخد عند مين، يقول لك احنا رحنا لكذا، خلاص؟ لا، انا بقول لكم اسالوا حد حضر لي. لو في واحد حضر لي جاب اقل من 145 في البره، تعال حاسبه لي. خلاص كده؟ انا بشرح بره ان شاء الله في السنتر هنا في سنه ثالثه، اتمنى تيجوا تجربوني في اول السنه. لا
لقيته بره ماده سهله خلاص، لقيته مش عاجبكم تجربوا الناس التانيه خلاص. فانا بشرح الماده دي عشان اساعدك. في حد شرحها لكم اكتر سنه؟ في حد شرح الماده دي اكتر سنه؟ ما حدش خلاص تمام. المهم السؤال الثاني يا دكاتره، حاجه اسمها instinct او instinctual drives. drives معناها غريزه خلاص، الدوافع الغريزيه. كل انسان مولود فينا فيه ثلاث غرائز، محتاج اكل وشرب، محتاج يحس بالامان خلاص كده، والحاجه الثالثه sexual drive يعني ان هو السكس. دي الثلاث حاجات اللي اتكلم عنها فرويد، اللي قال لك ان كل واحد مولود فيه الانسان ده، الانسان والحيوان لازم ياكل ويشرب، لازم يحس بالامان يعني بيخاف من الموت وبيخاف من الضرر، والحاجه الثالثه السكس. دي حاجه اسمها instinctual drive. دي رقم ثلاثه. رقم اربعه حاجه اسمها structural division of mind. فرويد لما جه يتكلم عن العقل بتاعنا قسمه لثلاث مناطق، والثلاث مناطق اللي قسمهم ليهم دول ثلاث مناطق تصوريه، يعني تصوريه يعني مش دي مثلا قال لك قسم لك ادي المخ ادي التمبرال لوب في كذا وده كذا، لا هو متصور او متخيل ان المخ مقسوم لثلاث حاجات خلاص كده. الحاجه الاولانيه حاجه اسمها الاي. الاي دي يا جماعه ببساطه كده بيقول لك ايه، هو الجزء من المخ اللي بيخليه عايز تعمل الحاجه اللي انت عاوزها مهما كانت النتائج. يعني ايه؟ انا جعان وعاوز اكل، انا ممكن اضرب واحد عشان اوصل للاكل ده، انا ممكن اسرع عشان اوصل للاكل ده، يعني انا عاوز اوصل لهدفي دون النظر للناس. دي اسمها الاي. دي رقم واحد اي دي او الاي. رقم اثنين الايجو. الايجو يا جماعه معناه ان انا عاوز اوصل لهدفي بطريقه مشروعه. انا عاوز اكل يبقى لازم حاجه من الاثنين، اشتغل واكل، استلف من حد، يا حد يا اقول لحد ياكلني، فاهمين قصدي ايه؟ يبقى الايجو دي معناها اوصل لهدفي بطريقه مشروعه خلاص كده. طب السوبر ايجو، السوبر ايجو دي حاجه اسمها الكونسنس او الضمير. السوبر ايجو دي معناها الضمير، ده الضمير اللي هيحكم عليك اذا كنت الحاجه اللي انت عملتها دي هي فعلا طريقتها مشروعه ولا لا. دي سؤال السنه قبل اللي فاتت، يعني سنه كده ستراكشرال ديفيجن اوف مايند كان 10 درجات، واحد مش فاهم حاجه. سؤال ممكن يجي سؤال مهم جدا وبيجي كتير، انه مريت ستراكشرال ديفيجن اوف مايند ثلاث كلمات، اي ايجو سوبر ايجو. اي يعني بوصل لهدفي بطريقه اي طريقه، ايجو بوصل لهدفي بطريقه مشروعه، سوبر ايجو هو الضمير اللي هيقول لي اذا كنت بتصرف على الحاجات دي مشروعه ولا غير مشروعه. دي اسمها ايه يا جماعه؟ ستراكشرال ديفيجن اوف مايند. سايكو سيكشوال ديفلوبمنت دي حاجه ثانيه، بدل ما اتكلمت عن سايكو ديترمينيزم رول اوف ارتوريشنال بروسيس، واتكلمت عن حاجه اسمها انستنكت درايف، واتكلمت عن اهم واحده فيهم هي ستراكشرال ديفيجن اوف مايند، وبعد كده اتكلمت عن حاجه اسمها سايكو سيكشوال ديفلوبمنت. ايه سايكو سيكشوال ديفلوبمنت؟ لما جه فرويد يتكلم عن السكس والنمو السكس في الانسان، قال لك ان الانسان بيمر بمراحل في نمو السكس. اول سنه بتبقى حاجه اسمها اورال فيز، اكتر حته بتشيل الانسان وبتفرحه في الطفل هي بقه، ويحط صبعه في بقه صح؟ يبقى لغايه سن سنه دي اسمها الاورال فيز، اكتر حته فارق او اكتر حته بتخلي الانسان سعيد وفرحان هو الماوس. طب رقم اثنين، رقم اثنين الانال فيز، من سن سنه لثلاث سنين اكتر حته بتسير الانسان هي الانس خلاص كده. ديت لان فرويد اللي بيقول مش انا خلاص كده، من سن سنه لسن ثلاث سنين. رقم ثلاثه فاليك فيز، من سن ثلاث سنين لسبع سنين اكتر حته بتصير الانسان الفاليك او الجينيتاليا خلاص، الجينيتاليا جينيتال سيستم. بعد كده حاجه اسمها لاتينسي بيريود، من سن 7 ل 12 سنه بيبقى مفيش اي حاجه، الواد بيبقى في سن اللي هو 5 و6 وبعد كده كده مهتم ان هو ايه، يضرب زميله، يعمل عصابه مع زمايله، يعمل فرقه موسيقيه هو كده. فديت حاجه اسمها ليتنت، ليتنت يعني كامل او خامل، يعني ما عندوش اي حاجه تجاه السكس. يبدا الواد يوصل لسن 13 14 سنه يبدا ينحرف خلاص كده. دي حاجه اسمها ايه بقى؟ حاجه اسمها ادلس، سن المراهقه خلاص كده يا جماعه. يبقى سن المراهقه دوت من سن 12 سنه لغايه الماتيوريتي اللي هو سن 18 سنه. السؤال ده جه قبل كده اسمه سايكو سيكشوال ديفلوبمنت، المفروض كل عنوان من دول تحت نص صفحه خلاص. السؤال هيجي يقول لك انوميريت، فانت هتكتب الاسامي، اورال من سن لغايه سن سنه، حاجه اسمها انال من سنه لثلاث سنين، حاجه اسمها فاليك من 3 ل 7، لاتنسي بيريود من 7 ل 12، واخر حاجه حاجه اسمها الادلسنس لغايه سن 12 سنه. فرويد بعد ما اتكلم عن الحاجات دي كلها اتكلم عن حاجتين كمان، حاجه اسمها فيكسيشن وريجريشن. فيكسيشن يا جماعه معناها الشخص وقف على مرحله معينه من المراحل دي، يعني يقول لك ايه؟ يقول لك الشخص لو وقف عند الانال فيز، الانال فيز دي من سن كام؟ من سن سنه لثلاثه صح؟ الشخص ده هيبقى انسان شرير جدا، ولما يكبر هيبقى سفاح. هو قال لك كده، انسان ما بيحبش حد، ويعني لقوا ان الناس اللي هم ما بيحبوش حد وبيموتوا ويقتلوا كده، الناس دول عقلهم واقف عند سن سنه لثلاث سنين. دي من ايه؟ من كلمه السكس او السايكو سيكشوال ديفلوبمنت بتاع الانسان ده. ودي هتلاقي سؤال في كتاب الام سي كيو خلاص. طب رقم اثنين، رقم اثنين ريجريشن.
ريجريشن يعني الشخص بعد ما كان دخل مثلا في مرحله الادولسنس رجع لمرحله من اللي قبلهم، يعني رجع من مرحله من مرحله الثالثه رقم 4 او من رقم 4 رقم 3. دي كلمه ملهاش لازمه برضه في الموضوع. اخر حاجه واهم سؤال حاجه اسمها مينتال ديفنس ميكانيزم، وانا رشح السنه اللي فاتت قلت زمان كده سؤال مهم جدا وجه في الامتحان. مينتال ديفنس ميكانيزم الطرق اللي الانسان خلاص الطرق اللي الانسان هيعمل ايه؟ هيتخلص بيها من مشكله مأثره على عقله. يعني في مشكله او في حاجه انا بفكر فيها تيجي على عقلي على طول، انا عندي 10 طرق في جسمي بحاول بيها اتخلص من المشكله دي. خلاص كده يا جماعه دي اسمها المينتال ديفنس ميكانيزم. حتى الان اللي انا قلته مهم في الشابتر ده، بيسال اسمه ستراكشرال ديفيجن اوف مايند ممكن يجيلك من غير، بيسال اسمه سايكو سيكشوال ديفلوبمنت ممكن يجيلك من غير، والسؤال الثالث اسمه مينتال ديفنس ميكانيزم مهم جدا ممكن يجي من غير ثالث سؤال، والسؤال الرابع اللي هو اقل اهميه منهم اللي هو يجي يقول لك البيزك كونسبتس اوف فرويدن ثيوري، اللي هم الست ايتمز اللي انا بتكلم عنهم من ساعه ما بدات دول. خلاص كده اللي هم السايكو ديترمينيزم، الرول اوف انكونشن بروسيس، الانستنكت درايف، ستراكشرال ديفيجن اوف مايند، سايكو سيكشوال ديفلوبمنت، فيكسيشن وريجريشن، واخر حاجه المينتال ديفنس ميكانيزم. الحته اللي مكتوبه عندكم اللي هي تريتمنت واي سايكو اناليسيس دي اشتروها مش لها لازمه. خلاص كده دي اشتروها. السؤال اللي جاي ده مهم جدا جدا جدا، اهم سؤالين انا قلتهم لغايه دلوقتي البرانشز وده. ايه المينتال ديفنس ميكانيزم ده يا جماعه؟ طريقه مش لازم نحفظ التعريف، هي بسيطه كده في عقلكم، طريقه هنتخلص بيها من مشكله في عقلنا، طريقه هنتخلص بيها من مشكله بتلخبط عقلنا. خلاص كده يا جماعه؟ اول حاجه حاجه اسمها ريبريشن. ريبريشن يعني ايه؟ لما تيجي تفتكر حاجه وحشه حصلت لك تروح انت تحاول تفتكر حاجه ثانيه تغير الموضوع، يعني مثلا يجي انت تلاقي واحد صاحبك بيتكلم عن حاجه تقول له غير السيره دي، عارفها؟ نفس الكلام لما تيجي تفتكر مثلا اي حاجه بتزعلك في عقلك تحاول انت تفتكر حاجه ثانيه، دي اسمها ريبريشن، تبعد عن المشاكل اللي بتتعب عقلك. رقم اثنين حاجه اسمها ريجريشن. ريجريشن واحد عجوز كان هو صغير مثلا بيعكس البنات، خلاص كده؟ فقال ايه؟ هتسقط دماغه، انا هنزل دلوقتي افعل نصي وعكس البنات. لو ما عملش كده نفسيته هتتعب، دي اسمها ريجريشن. يعني ريجريشن ترجع تعمل حاجه كنت بتعملها وانت صغير عشان تشبع رغباتك، ولو ما عملتهاش هتتعب. زي بالظبط واحد كبير شاف طفل بياكل مصاصه قال ما اكل مصاصه زيه، نفس الكلام دي اسمها كلمه ريجريشن. يبقى عندي ريبريشن وكلمه ريجريشن. خلاص؟ ديسبليسمنت معناها ايه يا دكاتره؟ خلاص؟ ديسبليسمنت استبدال، يعني استبدال. انا مش طايق واحد فبقول اه يا نار يا وطوله واروح ضرب الحيطه كده. انا ضربت الحيطه صح؟ هو لو كان قدامي كنت ضربته هو، انا كده استبدلت الفعل اللي هو الوحش اللي انا كنت هعمله فيه بحاجه اقل يعني مش هتعمل لي مشاكل، ان انا مثلا ضربت راسي في الحيطه، شديت شعري، فاهمين قصدي؟ دي اسمها ديسبليسمنت. انا بستبدل الحاجه الوحشه والخطيره اللي انا ممكن اعملها بحاجه اقل خطوره او اقل مشاكل، دي اسمها ديسبليسمنت. بعد كده حاجه اسمها بروجيكشن. بروجيكشن يا جماعه معناها حرمي اخطائي على اكتاف الاخرين. خلاص كده حرمي اخطائي على اكتافي، انا بعمل عمليه المريض مات مني، اقول ده مش غلطتي، دي غلطه التمريض، دي غلطه دكتور التبريد، دي اسمها بروجيكشن. عكسها حاجه اسمها انتروجيكشن. انتروجيكشن هنسب امجاد الاخرين ليا، يعني مثلا حسن مبارك يقول انا اللي عملت الثوره. خلاص كده دي اسمها ايه؟ انتروجيكشن. يعني انتروجيكشن يا جماعه؟ انتروجيكشن معناها حنسب امجاد الاخرين ليا. خلاص كده؟ بعد كده حاجه اسمها ديسوسيشن. ديسوسيشن يعني ايه يا جماعه؟ معناها العزل. يعني ايه عزل؟ في الفسيولوجي قالوا لك ان طول اليوريسترا مثلا 18 سم. في الاناتومي قالوا لك ان طول اليوريسترا 25 سم. ازاي؟ دول اللي بيقولوا 18 ودول 20. في واحد في طب وامثالهم كتير لك لا استنى بقى لازم اعرف مين الصح. يروح فاتح اربع مراجع من اناتومي واربع مراجع فيسيولوجي يلاقي دول كلهم كاتبين 18 ودول 20، يروح سال خمس دكاتره في الاخر مش عارف انا حاجه. انا عديت من 7 سنين طب 6 يعني سنه امتياز، انا كنت بعمل ايه؟ بتوع فيسيولوجي عاوزينها 18 تبقى 18، بتوع اناتومي عاوزينها 20 تبقى 20 وبس، وبريح دماغي وعمري ما فكرت ادور وراه المهم عاوزينه ليه؟ هتلاقي معلومات كتير عكس بعضها في طب. خلاص؟ لو دورت على كل كلمه هتتعب، ولو دورت تفهم كل حاجه مكتوبه في الكتاب هتتعب. انا ما قلتلكش تذاكر وانت مش فاهم، لا تبقى فاهم اللي مكتوب بس ممكن تبقى مش فاهم ليه، فاهمين قصدي؟ اقول تاني يعني وانت بتقرا حاجه لازم تبقى فاهمها، عشان لو انت مش فاهمها هتنساها، بس مش لازم كل كلمه مكتوبه تعرف سببها. في ناس بقى بتدلها تدور على كل كلمه مكتوبه وتعرف سببها فبيضيعوا وقت، ولما يضيعوا وقت ما بيذاكروش الحاجه كذا مره، بيذاكروها مره ولا مرتين، مع انهم بيذاكروا اكتر من زمايلهم. في ناس ثانيه شاطرين بيذاكروا عارفين هم بيعملوا ايه، يروحوا مذاكرين الحاجه ويعيدوها وهي زي ما مكتوبه في الكتاب ويجاوبوها زي الكتاب ويجيبوا درجات اعلى. ليه؟
دول ما ضيعوش وقتهم ودول ضيعوا وقتهم. فكلمه يا جماعه السيميشن معناها العزل. بتوع الاناتومي من قالوا 18 وبتوع الفسيولوجي قالوا 20 خلاص انا هحط بتاعت الاناتومي من هنا 18 وبتوع الفسيولوجي 20. يعني بيسالني دكتور اناتومي هقول له 18 ولما يسالني دكتور فسيولوجي هقول له 20. دي اسمها ايه يا جماعه؟ دي اسمها انفستيجيشن. رياكشن فورميشن. رياكشن فورميشن معناها ايه؟ انا زعلان من واحد زميلي فلما جه قدامي رحت ضاحك انا ضحكت لي عاوز اكذب ان انا زعلان. دي اسمها رياكشن فورميشن. هاظهر عكس اللي جوايا عشان اخبي احساس جوايا. يعني انا زعلان ومش عارف اتحرك هضحك في وشي اللي قدامي. دي اسمها رياكشن فورميشن. خلاص؟ دينايل. دينايل يعني الانكار. يعني الانكار واحده ابنها مات تقول لا ما ماتش انا سامع صوت في وداني. هل هي فعلا سامعه صوتها في ودانه؟ اه. عقلها بيخيل لها ان صوت ابنها موجود في ودانها. ليه؟ عشان الصدمه تبقى قليله عليها ما يجيلهاش مثلا جلطه تطق تموت. خلاص كده؟ دي اسمها ايه يا جماعه؟ دي اسمها دينايل. الواحد عقله بيخيل له ان الحاجه الحقيقيه اللي حصلت واكيد حصلت خلاص كده ما حصلتش. دي اسمها دينايل. دي اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها دينايل. راشناليزيشن التبرير. راشناليزيشن يعني التبرير. يعني ايه التبرير يا جماعه؟ انت عملت حاجه غلط بتحاول تبررها باي طريقه. مثلا تقول انت متاخر عن الشغل تقول اصل المواصلات كانت زحمه اصل مش عارف حصل لي ايه اصل مش عارف ايه. دي اسمها التبرير او الراشناليزيشن. انت مثلا ما بتذاكرش فالدكتور جه قال لك يا فاشل تقول لا هو انا بذاكر بس انا ايه بس انا اللي عندي ظروف في البيت ده كل زمايلي احسن مني بس انا ظروفي مشكله. فاهمين قصدي ايه؟ فدي اسمها التبرير او الراشناليزيشن. اخر حاجه حاجه اسمها السبليميشن ودي اعلى حاجه من المنتال ديفنس البنات. يعني ايه سبليميشن؟ في دكتور وحش طبعا مش انا في دكاتره يعني في البنات مبقاش في الكليه بيشتموا ويهزقوا وبيطردوا. انا مش كده انا اللي عايزه يذاكر براحته واللي مش عايزه براحته بس انت لازم تستقل كل حاجه خلاص. بس انا عمري ما بقول لحد كده يعني لا عمري هزقت حد ولا شتمت حد ولا حاجه خلاص. في ناس بتشتم وتهزق. ففي دكتور جه وانت بتذاكر كده اهو او انت في البتاع راح سالك سؤال ما جاوبتش اكيد قبلوك في الثانويه او قبلوك في الكليه زي ما قبلوك يعني فراح بيسالك السؤال راح انت مش مجاوب راح قايل لك انت فاشل وكذا 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 اطلع بقى. ده قدام مين؟ قدام زمايلك كلهم صح كده؟ انت هتعمل ايه؟ في واحد هيكتئب ويطق ويموت في واحد تاني هيسيب الدرس ويمشي صح كده؟ في واحد تالت يعمل كذا صح؟ في واحد رابع يقول ايه؟ ده حته الدكتور البتاع ده عمل فيها كده طب والله لا مذاكره وابقى احسن منه ومن اللي خلفوه ومن الناس اللي في الدرس كله. فاهمين انا كده عملت ايه يا جماعه؟ انا كده خليت الحاجه الوحشه اللي حصلت لي حافز ليا يخليني اعمل عكس الحاجه دي. واحد حصلت له مشكله او حصلت له حادثه كبيره او مشكله اداته دافع ان هو يبقى احسن من الناس كلهم. دي اسمها السبليميشن او التسامي. خلاص كده يا جماعه؟ يبقى دي اسمها سبليميشن التسامي. ايه هي المينتال ديفنس ميكانيزم؟ سؤال جه السنه اللي فاتت بست درجات. كان عاوز المينتال ديفنس ميكانيزم عشان تقول له الاسامي دي. حاجه اسمها ريبريشن يعني هتقلص من الحاجه اللي بتخش على عقلي، حاجه اسمها ريبريشن، حاجه اسمها ديسبليسمنت بروجكشن، انتروجكشن، ديسبليشن، رياكشن فورميشن، دينايل، راشناليزيشن، سبليميشن. حد عنده سؤال كده؟ طيب سؤال مهم جدا. السؤال اللي بعد كده فرويد ثيوري اوف دريم. ثيوري اوف دريم ديت نقطة من البيزك كونسبت بتاع فرويد. نقطة من البيزك كونسبت بتاع فرويد دي حاجة اسمها ايه يا جماعة؟ دريم وورك أو طريقة تكون الحلم. سؤال مهم جدا. خلاص؟ اسمه دريم وورك وجه برضه من سنتين ب 10 درجات. هو اسمه دريم وورك. ببساطة فرويد فسر لنا الاحلام او مش فسر الاحلام قال لك الحلم بيحصل ازاي خلاص قال لك ان الحلم ده فيه ثلاث اجزاء. الجزء الاول ان الحلم ده بيعمل كحارس للنوم. يعني ايه حارس للنوم؟ واحنا نايمين خلاص جرس الباب ضرب. طبعا انت مش هتكون بتسال تضرب جرس الباب كده هتروح انت داخل جوه حلم ان البيت بيولع خلاص وده جرس الانذار بتاع الجيب حريقه. انت كده مش هتقوم عادي. واحد بيناديك من بره الحلم بتحلم ان انت بتكلمه في الحلم. فاهم قصدي ايه؟ فالحلم بيعمل كايه؟ جارديان اوف سليب يعني ك حاجه في تخمين. طب رقم اثنين؟ رقم اثنين حاجه اسمها دريم وورك. دريم وورك دي الطريقه اللي الحلم بيتكون بيها. الطريقه اللي الحلم بيتكون بيها. رقم ثلاثه حاجه اسمها دريم ريبريزنت جراتيفيكيشن اوف ان فالفيد ويش. انت فقير بتحلم ان انت غني. انت واحد فاشل حلمت ان انت نجحت. دايما الناجح بيحلم ان هو دخل الامتحان وما حلش حاجه. بتحصل؟ بتحصل. الشاطر دايما بيجيب حلم حلو كده في ايام الامتحانات ان هو قاعد بيعيط في اللجنه ومش عارف يحل. خلاص كده؟ دي اسمها ايه يا جماعه؟
هو نفسه مره يبقى فاشل فحلم بيها في الحلم. خلاص كده دي اسمها ايه؟ دي اسمها ذا دريم ريبريزنت جراتيفيكيشن خلاص اوف ان فالفيد ويش، يعني تفسير لايه؟ لحاجه انا مش عارف احققها. دول ثلاث حاجات لو جه قال لك اتكلم عن الفرويد ثيوري اوف دريم انومينيت انت تكتب الثلاث نقط دول. السؤال الاهم منه نيجي يقول لك ايه هي الايتمز اللي موجوده في الدريم ورك، ازاي الحلم بيتكون. خلاص كده الحلم ده عباره عن ايه يا جماعه؟ حاجه في عقلنا الباطن اتحولت لفيلم او مسلسل شفناه قدامنا في الحلم. يعني انا جوايا حاجه اسمها ليتر تو كونتنت ده في عقل الباطن، وانا بحلم الليتر تو كونتنت ده اتحول لحاجه اسمها مانيفست تو كونتنت واضحه قدامي على شكل سيناريو او فيلم. خلاص كده ده الحلم. فطرق تكون الحلم هم ست حاجات اللي هي الميكانيزم اوف دريم وورك. اكتب جنبه مهم جدا جدا. الميكانيزم اوف دريم وورك ممكن يقول لك انه ليه الميكانيزم اوف دريم وورك هم ست حاجات. خلاص كده الحاجه الاولانيه يا جماعه حاجه اسمها سيمبلايزيشن. سيمبلايزيشن كل حاجه في الحلم بتعبر عن حاجه، يعني يقول لك لو شفت ابيض في الحلم ده معناه خير صح كده، يبقى ده سيمبلايزيشن. ادي واحد. دراماتيزيشن الدراما، يعني ايه الدراما يا جماعه؟ يعني انا ممكن اديك قصه نص صفحه اديها لواحد بتاع افلام يقلبها سيناريو يعملها لي فيلم ساعتين صح كده؟ هي دي الدراماتيزيشن. ازاي هحول فكره في عقلي الباطن لفيلم او لحلم انا شفته قدامي وانا نايم؟ اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها دراماتيزيشن او دراما. خلاص كده؟ رقم ثلاثة حاجة اسمها كوندنسيشن. كوندنسيشن بيقول لك ان كل رمز في الحلم ممكن بيعبر عن حاجتين. يعني ايه؟ يعني يقول لك شفت ابيض في الحلم، راح قال لك ده خير، راح قال لك لا انت هتموت وتخش الجنة. صح كده؟ دي اسمها ايه؟ اهو حاجة ابيض عبرت عن حاجتين. فهمت قصدي؟ يبقى ممكن حاجة واحدة بتعبر عن حاجتين في الحلم، دي اسمها ايه؟ اسمها كوندنسيشن. في حاجة اسمها ديسبليسمنت افكت، ديسبليسمنت اوف فيزز. دايما انت بتحلم بعكس الواقع. يعني ايه؟ يعني واحد تبقى بتكرهه قوي في الحقيقة ممكن تحلم ان انت بتحبه في الحلم، أو العكس. واحد بتحبه تحلم ان انت بتكرهه. وكمان مش كده وبس، دايما بتحلم بعكس الواقع. انت فقير هتحلم ان انت غني، وراك امتحانات هتحلم ان انت بتلعب، وراك لعب هتحلم ان انت في امتحانات. يعني دايما الحلم ملخبط. عشان كده لما بتصحى من الحلم معظم الاحلام ما بتفتكرهاش او بتلاقيها ملخبطه. ليه؟ في حاجه اسمها displacement of emphasis. الحاجتين دول يا جماعه هما اللي بيلخبطوا لك شكل الحلم. طب انت صحيت من النوم وخلاص وعاوز تفسر الحلم او عاوز تشوف ايه اللي حصل في الحلم، دي اسمها secondary elaboration. secondary elaboration معناها تفسير الحلم. secondary elaboration معناها تفسير الحلم. يبقى الميكانيزم اوف دريم وورك ست حاجات. الحاجه الاولانيه symbolization الرمز، dramatization رمز الحلم، condensation حاجه واحده بتعبر عن حاجتين، displacement of effect and displacement of phases، secondary elaboration. سؤال مهم جدا جدا جدا. هات عن سؤال في فرويد ثيوري اوف دريم كده. الشابتر الثاني خلص اللي هو اسمه السايكو اناليسيس. الشابتر الثالث ليرنينج التعلم. خلاص كده التعلم ببساطه كده اي تغير ثابت في سلوكي ده اسمه تعلم. يعني لما انا اتعلم حاجه وادني اعملها طول عمري ده كده اسمه ليرنينج. خلاص كده التعريف. قلنا التعريف مش حقيقي. اول سؤال بيجي هي التايبس اوف ليرنينج. التايبس اوف ليرنينج يعني انواع التعلم. خلاص انواع التعلم. رقم واحد حاجه اسمها باسيف ليرنينج اللي هو كلاسيكال كونديشننج، وحاجه اسمها اوبرنت ليرنينج اللي هو الايه اللي هو حاجه اسمها اكتف ليرنينج. وتالت حاجه حاجه اسمها كوجينيتيف ليرنينج. باسيف ليرنينج يا جماعه حاجه اتعلمتها غصب عني. يعني ايه؟ محدش فينا ما بيعرفش يشرب. دي حاجات اتعلمتها غصب عنك يبقى ده بس حاجه اتعلمتها من غير بس بليدنج او اوبرنت او كلاسيكال كونديشننج يعني حاجه اتعلمتها بدون قرار. رقم اثنين اوبرنت كونديشننج حاجات اتعلمتها عشان تحصل على جائزه او تتجنب العقاب. قلت لك ذاكر السنه دي عشان تنجح تبقى حاجه كويسه، او برضه هقول لك في نفس الحصه ذاكر عشان ما تسقطش والناس كلها تعايرك ان انت صارت صح كده؟ يبقى اهو انت بتذاكر وبتنجح تبقى دكتور شاطر عشان حاجتين، تحصل على نتائج كويسه وتتخلص من الاخطاء. هو ده الاوبرنت كونديشننج او الاكتف ليرنينج. يعني الاكتف ليرنينج ازاي اتعلم حاجه عشان اتجنب العقاب وعشان احصل على المكافاه او الجائزه. رقم ثلاثه كوجينيتيف ليرنينج. على فكره الاثنين اللي فاتوا بيحصلوا في الانسان والحيوان. يعني ايه؟ فالقطه اللي عندك لو انت عندك قطه لو قلت لها مثلا روحي هناك وهديك السمكه دي هتروح اعملي كذا بتتعلم. زي الكلب، واحد عنده كلب في السيرك اعمل ما تعملش بيتعلم. الحاجات دي كلها الاكتف والباسيف بيعملها الحيوانات والانسان، انما الكوجينيتيف لا.
مش لازم يعمله الانسان بس او اللي هو الشمبانزي اللي مخه عالي قوي، يعني دي حاجه محتاجه تفكير. زي ايه يا جماعه؟ زي مثلا الحاجه اسمها ايه، حاجه اسمها الخرائط الذهنيه. انت تعمل خرائط ذهنيه ان انت تحل مشكله معينه او ان انت تعمل بروبلم سولفنج، اكيد الانسان هو اللي هيعملها. ازاي ان انت تتعلم مثلا تقعد على الكمبيوتر؟ القعده على الكمبيوتر ده مش هيعملها حيوان. ليه؟ دي محتاجه تفكير، محتاجه تشوف الكلمه دي معناها ايه، تفسرها وتروح تعملها. ده كله اسمه كوجينيتيف ليرنينج. كوجينيتيف يعني تعلم محتاج تفكير، محتاج العقل. دي بيعملها دي الانسان. خلاص كده يا جماعه، يبقى الليرنينج ثلاثه، باسيف اللي هو كلاسيكال كونديشننج، اكتيف اللي هو الاوبرنت كونديشننج، وكوجينيتيف اللي هو محتاج المخ او التفكير اللي بينقسم الى ليتنت ليرنينج وسوشيال ليرنينج. سوشيال ليرنينج معناه ان انا بقلد المجتمع. انا شفت الناس قدامي راكبين عربيه وبيسوقوا، اتعلمت منهم السواقه، شفتهم بيتعلموا، دخلوا طب، دخلت زيهم طب، دي اسمها سوشيال ليرنينج. طيب الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه ليتنت ليرنينج، حاجه جواك تقدر تعملها بس ما تطلعش غير لوحدك. شفتوا محيي فيلم كل سن عظيم؟ يا محيي انت جواك قوه عظيمه، عارف انت دي؟ هي كده، دي حاجه جواك خلاص مش هتطلع الا لما حد يحفزك عليها. اسمها ايه؟ ليتنت ليرنينج. ده نوع من انواع الكوجينيتيف ليرنينج. دي اول سؤال. حد عنده سؤال يا جماعه في الكلاس في التايبس اوف ليرنينج؟ تمام. ايه هي استخدامات الليرنينج؟ خلاص استخدامات الليرنينج، حاجه اسمها كلينيكال ابلكيشن اوف اوبرنت كونديشن. كلينيكال ابلكيشن اوف اوبرنت كونديشن، استخدامات الاوبرنت. احنا الاوبرنت ده تبع مين؟ تبع الاكتف، فاكرينه؟ اللي هو بتعلم حاجه عشان اتجنب العقاب او اكسب الثواب، ده اسمه اوبرنت كونديشننج. ايه استخداماته يا جماعه؟ رقم واحد حاجه اسمها بروجرامد ليرنينج. شافوا ان احنا لو عملنا منهج ودرسناه للناس والناس دول منهج ودرسناه للناس والناس بعد كده امتحناهم عليه، هنقدر نفرق ده شاطر ده خايف ده ينفع يعمل كذا ده ما يعملش كذا، ده اسمه بروجرامد ليرنينج. زي اللي احنا بنعمله دلوقتي، دي المادة اسمها سايكولوجي وهنمتحنكم عليها، خلاص كده؟ ده اسمه بروجرام ليرنينج، بعلمكم حاجة وامتحنكم عليها، دي رقم واحد. رقم اثنين بيهيفيرال ثيرابي. بيهيفيرال ثيرابي تقويم السلوك. تقويم السلوك يا جماعة، لو أنت عملت حاجة كويسة قدامي هقويها فيك. لو عملت حاجة وحشة هقول لك لأ ما تعملش كده تاني، خلاص كده؟ دي اسمها إيه؟ هقوي الحاجة الأكسبتبل فيك، هقلل الحاجة الأكسبتبل. وأنا بعمل مذكرة في نقطة مني هزودها معايا. إيه هي؟ اجزاء البيهيفيرال ثيرابي. يعني لو جه قال لك خلاص كده البيهيفيرال ثيرابي ديفايدد انتو ايه، هما ثلاث حاجات. ممكن يجي يقول لك ان البيهيفيرال ثيرابي، هتقول له يا جماعه رقم واحد حاجه اسمها شيبنج، رقم اثنين حاجه اسمها توكن اوتونومي، رقم ثلاثه حاجه اسمها تايم اوت. زودوا الثلاث كلمات دول، رقم واحد شيبنج، توكن ايكونومي، تايم اوت. خلاص كده يا جماعه؟ شيبنج معناها ايه؟ يعني بيبقى بيصير مقام السلوك. لما اجي اعلم طفل صغير الكلام، خلاص؟ طفل مثلا بقول له ها دي اسمها عربيه، يروح قايل بيا. خلاص؟ ده اسمه رز سله، يروح قايل سله رز، صح كده؟ قال هو لما يقول كده انت هتضربه؟ لا، هتقول له برافو عليك وتديله بنبنايه، المره الجايه هيقولها احسن، صح؟ دي اسمها شيبنج. وانا بعلم الناس الكلام او بعلمهم حاجه معقده، لما يقربوا من الحاجه الصح هقويها فيهم واحفظها. توكن ايكونومي دي حاجه بتحصل في مستشفى المجانين وحضرتك ام سي كيو، لما المجانين يعملوا حاجه كويسه بيدوهم كفه. خلاص كده؟ دي اسمها توكن ايكونومي. توكن ايكونومي مستخدمه في مستشفى المجانين لما واحد يعمل حاجه كويسه بيدوهم كفه. تايم اوت العكس. ايه هو العكس؟ لما واحد في السجن يعمل مشكله كبيره مع زمايله بنعمل له ايه؟ حبس انفرادي، صح؟ عزل. ايه دي تايم اوت؟ تايم اوت انا هعزلك عن الناس اللي حواليك عشان تحس ان انت غلطان. او الام لما يجي ابنها يعمل مشكله تروح تبص له البصه اللي هو بس وتروح ساكته، صح؟ هو هيعرف على طول ان هو غلطان من غير ما تعمل له حاجه خالص. دي اسمها تايم اوت. يبقى شيبنج بحسن السلوك الكويس، توكن ايكونومي لو واحد عمل حاجه كويسه في مستشفى المجانين بقويها له، رقم ثلاثه تايم اوت. خلاص كده يا جماعه، اللي هو العزل، او هخلي الشخص دوت مش هعاقبه ولا حاجه بس هعزله عن الاخرين. دي اجزاء البيهيفيرال ثيرابي. طيب انا كنت بتكلم عن الاوبرنت كونديشننج وقلت كلمتين، حاجه اسمها بروجرام ليرنينج والحاجه الثانيه اسمها ايه يا جماعه؟ بيهيفيرال ثيرابي. وقلت بتنقسم لثلاث حاجات، شيبنج، تو ايكونومي، تايم اوت. بتكلم عن استخدامات الكلاسيكال كونديشننج. ده السؤال اللي بعديه. كلينيكال ابلكيشن اوف كلاسيكال كونديشننج، رقم واحد ايموشنال ريسبونس، استجابتنا العاطفيه لاي حاجه بتحصل لنا يا جماعه احنا بنتعلمها عن طريق كلاسيكال كونديشننج اللي هو حاجه اتعلمناها غصب عننا. يبقى رقم واحد الايموشنال ريسبونس، استجابتنا العاطفيه.
رقم 2 بيهيفيرال ثيرابي برضه. هنا في بيهيفيرال ثيرابي بس مع الكلاسيكال كونديشننج مش مع الاوبرا اللي فاكر مع الاوبرا ده مع الكلاسيكال كونديشننج اللي هو ايه يا جماعه؟ ثلاث حاجات. حاجه اسمها سيستميك ديسنسيتايزيشن. يعني ايه سيستميك ديسنسيتايزيشن؟ واحد بيخاف من الكاب خلاص كده؟ لو شاف كاب اول الشارع هيطلع ايه؟ خلاص احنا نعمل له ايه؟ نجيبه في شقه زي دي خلاص؟ ونقعده في الشقه ونجيب له الكلب في الاوضه الثانيه ونقفل الباب عليه وعلى الكلب هناك. لو سامع صوت الكلب سامع خايف يعني. طيب بعدها بشويه نقرب له الكلب في الصاله، بعدها بشويه نقرب له على باب الاوضه. لقيناه خاف هنرجعه للمرحله اللي قبلها. طب لقيناه مش خايف نقدر نقرب نقرب نقرب. في الاخر بنروح زقين له الكلب جوه الاوضه وقافلين الباب عليه وطالعين جدا. خلاص كده؟ انا كده ايه يا جماعه؟ بالتدريج خليت الحاجه اللي فيها مشكله بالتدريج الحاجه اللي عندنا مشكله احنا عرفنا بقى بالتدريج لغايه ما بقاش خايف منها. اسمها ايه؟ سيستميك ديسنسيتايزيشن. عكسها حاجه اسمها امبولسيف ثيرابي. يعني ايه امبولسيف ثيرابي يا جماعه؟ العلاج بالاقرار. انت بتخاف من الكلاب طب تعالى اروح حاطه في كرسي واحط له كلب جنبه والكلب يضل يهوهو ويلف حواليه والكلب عمال يجري رايح جاي وما عملوش حاجه. يصوت الحقوق الكلب هياكلني الكلب هيعضني كذا كذا وفي الاخر مش هيحصل حاجه. بس دي مشكلتها ان ممكن يموت من السكته القلبيه. فاهم قصدي ايه؟ دي اسمها امبلوسيف ثيرابي. يبقى رقم واحد حاجه اسمها سيستماتيك سيستمايزيشن، رقم اثنين امبلوسيف ثيرابي، رقم ثلاثه حاجه اسمها افيرجن ثيرابي. معناها انا عاوز اتخلص من حاجه بحبها بس بتضرني. انا بشرب سجاير بس عاوز ابطلها خلاص. انا مش عارف بعمل كذا بس عاوز ابطلها. فاهمين قصدي ايه؟ دي اسمها ايه يا جماعه؟ سيستماتيك. دي اسمها افيرجن ثيرابي. ديت الحاجات اللي بنعملها في الكلاسيكال كونديشننج او استخدامات الكلاسيكال كونديشننج. اخر حاجه الكلاسيكال كونديشننج كمان يا جماعه بنستخدمه عشان نعبر عن بعض الظواهر او بعض المشاكل في السيكولوجي زي الفوبيا. الفوبيا الخوف. واحد بيخاف من الاماكن المغلقه، واحد بيخاف من الاماكن المرتفعه، دي اسمها الفوبيا. اللي يجي يقول لك في الامتحان استخدامات الكلاسيكال كونديشن هتكتب دول استخدامات الاوبرنت كونديشن تكتب اللي فوقيهم. قال لك الريجولار ثيرابي هتقول له والله ده في حاجه اسمها شيبنج وتوكن ايكونومي وحاجه اسمها تايم اوت، في كمان حاجه اسمها سيستماتيك سنسيتايزيشن وحاجه اسمها افيرجن ثيرابي وحاجه اسمها امبولوسيف ثيرابي. اوكي؟ ده سؤال مهم. كل اللي فات ده مهم. خلاص؟ فاكتورز افكتنج ليرنينج. ايه العوامل اللي بتاثر على التعليم؟ مره اتعلم دلوقتي يا جماعه، ايه العوامل اللي بتاثر عليا؟ بيرسونال، حاجات فيك انت، ذكائك، الانتليجنس، الموت في الحافز، انا بتعلم ليه؟ ايه اللي انا هوصل له من اللي انا بعمله دلوقتي؟ اسمها موتيفيشن. الموشن، العاطفه بتاعتك، جنرال هيلث، صحتك، بريفيوس ليرنينج، هل انت اتعلمت الحاجه دي قبل كده ولا لا؟ دي حاجات جواك انت بتاثر على التعليم بتاعك. طيب، في حاجات في الحاجات اللي انت بتتعلمها. الليرند سبجكت. يعني عمري انا ما هكون بشرح لكم مثلا ماده زي دي وتكونوا انتوا فاهمينها قوي، لا اكيد فاهمينها نص نص او كده حاجه ما عرفتهاش طول السنه، عكس ماده ثانيه انت مذاكرها طول السنه فاهمها. طبعا انتوا النهارده لا فاهمين الفسيولوجي 100 والكيمي 100 صح؟ ان شاء الله يا دكاتره هقول حاجه كفايه اتحسد عليك والله والله والله. اللي بيحضر معايا بارا سنه ثالثه سواء معايا او بيذاكر من مذكراتي انا بقول لكم اهو، اللي مش عاوز يحضر ما ياخدش دروس ما ياخدش، ممكن يسمع تسجيلاتي أو يذاكر المذكرة. البارة أسهل مادة في طب. إن شاء الله اللي يحضرها معايا ما بينقصش فيها خالص، ليه؟ المادة سهلة جدا، بس في ناس تانية بتشرحها بتبدأ تشرح لكم بتطول عليكم الكلام خالص، وأنتوا تفتكروا إن أنتوا فاهمين، أنتوا بتاخدوا دودة في 2 في 3 في 10، هي البارة دي مادة البداية. خلاص كده يا جماعة؟ أنا نفسكم خدتوا 40 50 دودة. لما تاخدوا 40 50 دودة يعني أنا أقول لك تاني، أنا بشرح أهو. اسمعوا يا جماعة، أنا هقول لكم مثال على اللي أنا بشرحه. أنا بشرح لك أهو أنت حاسس إن أنت ممكن تكون فاهم، ممكن مش فاهم. اعتبر نفسك فاهم، أنت فاهم. هتيجي تروح في البيت هتلاقي نفسك عاوز تذاكر كتاب قد كده في يوم مثلا مش هتلحق تذاكر. ده نفس اللي بيحصل في البار، انت بدأت تسمع شرح الكليه مثلا خلاص تحس انك فاهم خلاص. دوده مع 2 مع 3 كل دوده يديها لك في حصتين ولا كده كبيره، سواء مع انا بتكلم على الكليه او اي حد تاني، تحس ان انت فاهم وبيشرح لك وفاهم زي الفل. تيجي تفاجئ في اخر السنه يعني ايه ده عندك 60 70 دوده. حلو الكلام؟ طيب انا بقى ذاكرت ايه؟ لا كله دخل في بعض. هو ده اللي بيحصل كل سنه. فالناس تيجي لي انا في المراجعه بقى بال 70 80 واحد في المراجعه كانوا بيذاكروا طول السنه ولا كانوا مذاكروا حاجه. واسالوا زمايلكم الله يجاوبكم في النقطه دي، هل انتوا فعلا بعد ما طول السنه بتذاكروا بره جيتوا في الشهر اللي قبل الامتحان لقيتوا نفسكم مذاكرين بره؟ قالوا لكم لا. ليه؟ هو ده اللي بيحصل في البار كل سنه. فاتمنى لو حد فيكم فكر ياخد درس بره يجربني ويجرب غيري غيري، يعني في انا واحنا اثنين بنشرح، لاني انا احسن يكمل معايا لا الثاني احسن يكمل معايا. انا ما قلتش غير كده، انا ببساطه خالص البره دي بعمل فيها يا جماعه انا عارف نظام الامتحان زي السيكولوجي بالظبط خلاص. فبديك من اول السنه باسلوب الامتحان، يعني الامتحان كله بيجي ام سي كيو حاجه اسمها تجمعات، فانا بجمع لك المنهج كله من اول السنه. فطول ما انت بتاخد معايا حصه انت بتستفيد لاخر السنه، هتلاقي نفسك على ربع الترم الثاني انا على شهر 2 الترم عمر
على ربع الترم الثاني شهرين او ثلاثة لميت البره كلها ومش محتاج اسبوع عشان غير اسبوع واحد عشان ترجع. تسألوا اي حد اقول تاني خد معايا، مش تسألوا حد يقول لك لا ده انت مثلا روح عند فلان الفلاني هو ما جربنيش اصلا، فلان الفلاني انت جربت كذا هيقول لك لا ما جربتوش. اسألوا حد جرب معايا، لو في واحد قال لكم حضر معايا بار ولقى نفسه البره دي صعبه يبقى غلطان. انا قلت اقول لكم يا جماعه عشان ناس كتير جدا البره دي على فكره ما كانش حد بياخد فيها درس ابدا. لما انا كنت طالب ما كانش في ولا واحد في بياخد درس بار، شفته السنه دي كله جاب كل حاجه، طب هيستولوجي طب علاقه طب فيسيولوجي طب كل حاجه. طبعا اللي بيدوا دروس في سنه ثالثه برضه كل واحد بيدي في غير مادته، يعني انا دكتور جراحه مش هينفع اعدي في الجراحه ليه؟ دكتور في الجراحه في الاسم هيبهدلوني. فاهمين قصدي ايه؟ فهتلاقوا اللي بيدي مثلا فارما بتاع الاسم، اللي بيدي اطفال بتاع ترونيكال وبتاع سوري اللي بيدي مايكرو بتاع ترونيكال وبتاع اطفال، اللي بيدي مش عارف باره انا بتاع مثال وفي دكتور تاني بتاع انف واذن. فاهمين قصدي ايه؟ فدايما كل ماده هتلاقوا بيشرحها واحد غيره. فاتمنى يا جماعه انا قلت الكلمه دي خلاص مش هقولها تاني، اتمنى اللي عاوز يفهم باره ويلاقي نفسه اقل مجهود جايب فيها ان شاء الله الدرجه النهائيه او على الاقل على الاقل فوق ال 145 من 150 اتمنى ان هو يشرح في الدرجه. خلاص يا جماعه الجروف بصوا يا جماعه البره دي والله احسن ماده في الدرجه. ليه؟ هي فيها نعم ممكن ما تاخدوش فيها درس خالص. على فكره يا جماعه انا ليا تسجيلات، انا خليت الناس تسجل لي السنه دي ما رضاش لهم وموجود عندي، ان ما يقدرش يحضر او عنده ظروف ممكن يسمع التسجيلات. خلاص نفس الكلام بالنسبه للكتاب، كتاب الاسم كبير شويه ومذكره مبسطه خالص ومنظمه عندك. خلاص يا جماعه ده بالنسبه لماده الباص. حد عنده سؤال في الفتره ده دلوقتي؟ نكمل خش الاعلان. اوبجكتيف فاكتورز حاجات اللي انا متعلمها اللي بتصرف زي ما قلت لك، لو انت متعلم حاجه فاهمها وبتحبها هتلاقي نفسك فاهمها جدا ومتعلمها جدا، عكس ما انت تبقى مجبور ان انت تذاكر الماده دي. صح؟ دي اسمها الليرنت سبجكت. رقم اتنين ميثود اوف ليرنينج طريقه التعلم. لو انت رحت قريت الكلام ده لوحدك في البيت هتقول لك تحفظ فيه انت مش فاهم ولا كلمه، تفتح القاموس مش هتلاقي ترجمه للكلام ده. عكس ما تبقى انت بتعلمها بطريقه صح، انت فاهمها وانت بتذاكرها. دي رقم اتنين دي اسمها الميثود اوف ليرنينج. رقم ثلاثة التيتشر رول، دور اللي بيدرس لك، هو ده اللي انا بقول عليه، دايما دور على الحاجة اللي تسهل لك المادة مش الحاجة اللي تعقد لك المادة. دي اسمها التيتشر رول، دور المعلم أو دور المدرس. خلاص؟ رقم ثلاثة انفايرمنت، لو احنا بنشرح هنا دلوقتي ومفيش تكييف ومفيش هواء هتلاقي نفسك حران وطهقان. لو احنا مش صايمين الوضع كان المفروض طبعا احنا صايمين من تسعين كده. خلاص كده؟ بس طبعا الصيام متعب شوية. خلاص؟ فانا الشرح عليا متعب وانتوا مثلا القعده في الحر او كده متعبه. فاهمين قصدي؟ فالانفايرمنت رول دور البيئه ده بيأثر على التعليم بتاعنا. خلاص حاجه اسمها جود لايت، حاجه اسمها ادكويت فنتليشن، وحاجه اسمها النويز. النويز اللي هي الايه؟ الضوضاء. سؤال مش مهم قوي. خلاص؟ ديفرنس بتوين كلاسيكال اند اوبرنس كونديشن. السؤال ده كان بيجي كتير في الامتحانات بس ساعات صعب يجي ليه؟ لان السؤال انه ليه؟ مش هيجي يقول لك اعمل لي مقارنه. خلاص؟ بس انا عاوز ببساطه اقول لك يعني ايه كلاسيكال كونديشن لاننا هنشوفه كتير في كتاب الام سي كيو، ويعني ايه اوبرنت كونديشن. خلاص كده يا جماعه كلاسيكال كونديشن ببساطه انا اللي بقوله ده عشان كتاب الام سي كيو كتير ذاكروه، هتلاقوا كذا سؤال موجود في الام سي كيو الحته اللي انا هشرحها دلوقتي. نقول يا جماعه كلاسيكال كونديشن معناها ايه؟ لو انا قدمت اكل الكلب ده هيعمل ايه؟ هيعمل سلايفيشن صح؟ طيب لو انا ضربت جرس، فاكرين التجربه دي بتاعت الثانويه بف بف بتاع الكلاب والجرس والحاجات دي؟ لو انا ضربت جرس للكلب هل الكلب هيعمل سلايفيشن؟ لا. لو جبت جرس دلوقتي وعملت كلب مش هيعمل سلايفيشن، لو قدمت له اكل هيعمل سلايفيشن. اوكي يبقى هنا نو سلايفيشن. لو انا جيت كل مره قبل ما اقدم الاكل للكلب، ضربت له الجرس بعد ثلاث اربع مرات، لو انا ضربت الجرس بس الكلب هيعمل سلايفيشن. ليه؟ اصبح الاكل مرتبط بالجرس، كل ما الجرس هيتضرب الاكل هيتقدم هيعمل سلايفيشن. حلو. دي اسمها ستيمولس ودي اسمها ريسبونس. ستيمولس دي ريسبونس. دي اسمها انكونديشن ريسبونس. اكيد انتوا واخدين فيسيولوجي السنه دي وعارفين يعني ايه انكونديشن، حاجه غير متعلمه. يعني ايه؟ اي واحد فينا هيتقدم له اكل هيطلع منه سلايفا، دي حاجه احنا ما اتعلمناهاش بدايه ارادتنا، يبقى دي اسمها ان كونديشن. يبقى تقديم الاكل دي اسمها ان كونديشن ستيمولس. طب حلو. طب السلايفيشن ان كونديشن ريسبونس هي اللي انا لما عملت ان كونديشن ستيمولس اتعملت لي ان كونديشن ريسبونس صح كده؟ طب تمام. طيب
لما انا ربطت الجرس بالاجل اصبح الجرس كمان استمرس. بس الاستمرس دي الكلب اتعلمها ولا مولود بيها؟ اتعلمها. بقى ضرب الجرس حاجه اسمها كونديشن استمرس. نجيب من الاخر ضرب الجرس ده اسمه كونديشن استمرس، يعني حاجه متعلمينها. الاكل انكونديشن استمرس، يعني حاجه مش اتعلمناها. السلايفيشن انكونديشن، انكونديشن دي ايه؟ ريسبوند. ده امتى؟ لما اكون بقدم الاكل. طب لو الكلب عمل سلايفيشن للجرس اسمها كونديشن ريسبونس. فاهمين قصدي يا جماعه؟ ده لو ضربت الجرس الكلب عمل سلايفيشن، دلوقتي الكلب اتعلم ان هو يعمل سلايفيشن للجرس، دي اسمها كونديشن ريسبونس. ده اسمه كلاسيكال كونديشن، ان انا اخلي الحاجه اللي ما كانتش بتعمل تاثير اصبحت بتعمل تاثير. ايه هي الحاجه اللي مش بتعمل تاثير هنا؟ الجرس. اصبحت بتعمل تاثير امتى؟ لما ربطتها بحاجه ثانيه اللي هو تقديم الاكل. ده اسمه كلاسيكال كونديشن. طيب انا قدمت الاكل ليك يا قدمت الاكل مثلا للكلب، خلاص؟ لما قدمت الاكل للكلب انا متوقع الكلب يعمل ايه؟ سلايفيشن. هيعملها غصب عنه ولا بمزاجه؟ غصب عنه، صح؟ طب انا متوقع اي استجابه ثانيه؟ لا. يبقى دايما في الكلاسيكال كونديشننج المؤثر هو حاجه واحده، تقديم الاكل. طب والاستجابه؟ برضه حاجه واحده اللي هي السلايفيشن. طب هل انا اقدر اقوي السلايفيشن ده عند الكلب؟ لا، هو سلايفيشن. قدمت اكل هيعمل، ما قدمتش مش هيعمل. يبقى انا تاثير على الكلب مش هيعمل في اي حاجه. يبقى في الكلاسيكال كونديشننج المؤثر واحد والاستجابه واحده، ودوري انا لا هعرف اقوي الاستجابه دي ولا هقللها عند الشخص. ده عكس الاوبرنت كونديشن. ايه بقى الاوبرنت كونديشن دي يا جماعه؟ انا قلت اوعيكم فيها خير، فقلت اوعيكم، رحت عامل لكم فيلم. الفيلم ده عملت ايه؟ واحد، خلاص ده فيلم نازل في السينما قريب. واحد وهو صغير ابوه وامه ماتوا، فراح من انحرف، وبعد ما انحرف بدا يتنام على شله تجار مخدرات. خلاص كده جاب المخدرات، انا بحب دايما خلاص كده، وجاب المخدرات وبدا يوزعها على الناس، وبعد كده اتعرف على هناك، وبعد كده قتل ناس. هوبا البوليس راح ماسكه، تعالى، راحوا شانقينه وموتوه. انا طبعا عملت لكم الفيلم ده عشان اعلمكم ايه؟ ان الانسان الوحش نهايته وحشه، صح كده؟ تمام. ده اللي انا عملته له. تعالى بقى شوف الاستجابه. الدكتوره اسمك ايه يا دكتوره؟ دكتوره شيرو. دكتوره شيرو شافت الفيلم قالت اه انا فعلا اتعلمت ان الانسان ده كان وحش، عشان كده ما اعملش الحاجه الوحشه زي عشان ما يحصلش كده. دكتوره دعاء، دكتوره دعاء اتعلمت الفيلم، شافت الفيلم خلاص قالت اه انا عمري ما شربت مخدرات، بقيت شفت اللي شرب المخدرات في الفيلم حصل له ايه ده اتبهدل خالص، صح كده؟ تمام. مثلا الدكتوره، دكتوره ايه؟ لبنى ياسمين نرمين. دكتوره نرمين، دكتوره نرمين يا جماعه شافت الفيلم قالت بص انا عمري ما هتعرف على ولد ما اعرفوش، لازم يكون حد متقدم على خدمه الجيش. خلاص ده كده قبل الفيلم. ناس مقدمين محترمين، طبعا الولاد مقدمين محترمين. دكتور مع انك مش شكل كده خالص، شاف الفيلم اتعلم ازاي يجيب المخدرات، خلاص كده. والتاني اتعلم ازاي يقتل، والتالت اتعلم ازاي يهرب من البوليس. فاهمين قصدي ايه؟ انا عملت حاجه واحده بس كل واحد اتعلم منها حاجه مختلفه، صح كده يا جماعه؟ هو ده اسمه الاوبرنت كونديشن، اللي هو ايه؟ بديك حاجه بس الحاجه دي طويله شويه. الاستجابه اللي انا متوقعها هي الخير، ان انت هتعمل حاجه الخير، بس انت ممكن تتعلم كذا حاجه، ممكن تتعلم الخير او الشر او او او. على حسب استجابتك انا هقويها او هضعفها. يعني لقيتك كويس وبعملت حاجه كويسه اقول لك برافو عليك كمل على اللي انت فيه. لقيتك بدات تسرق اقول لك لا استنى ما تعملش كده. اوبرانت وكلاسيكال كونديشننج هو ده الجدول اللي قدامكم. خلاص كده يا جماعه، كلمه اوبرانت وكلمه كلاسيكال. اوبرانت الاستجابه ممكن تبقى كذا حاجه، انما الكلاسيكال هي حاجه واحده، مؤثر واحد والاستجابه واحده. مش مهم قوي لان مش هيجي لنا سؤال اسمه جدول فصعب يعني. تعالوا على اللي بعده. سايكوفسيولوجي او اللي هي حاجه اسمها سايكوفسيولوجي. سايكوفسيولوجي اول سؤال مهم جدا هي التايبس اوف بايولوجيكال ريسك، ممكن يجي جدا. انواع البايولوجيكال ريسك يعني حاجه بتتكرر في جسمنا كل فتره. ممكن تتكرر كل 24 ساعه، ممكن كل كام يوم، ممكن كل ساعه. خلاص الاسم ده ثلاث حاجات: التريديان ريسك، انفراريديان ريسك، بيولوجيكال او سيركيديان ريزم. التريديان ريزم يا جماعه حاجه بتتكرر كل اقل من 24 ساعه. يعني لو انا في دوره في جسمي بتاخد لها مثلا ساعتين، او دي اقل من 24 ساعه اهو، هسمي الدوره ديت التريديان ريزم. يبقى التريديان حاجه بتتكرر في الجسم كل اقل من 24 ساعه. طب المينستيرول سايكل، المينستيرول سايكل بتتكرر كل 28 يوم، صح؟ دي اسميها انفراريديان ريزم. خلاص كده؟ يبقى انفريديان ريزم دوره هتتكرر كل اكتر من 24 ساعه، يعني هتقعد اكتر من 24 ساعه عشان تحصل.
خلاص سيركاديان ريزم دوره هتتكرر كل 24 ساعه زي النوم كل 24 ساعه انا لازم انام 6 ساعات عشان الاقي نفسي كويس طول اليوم صح كل 24 ساعه لازم انام 6 ساعات ليه اسمها دوره النوم اللي اسمها سيركاديان ريزم بثلاث حاجات يا جماعه التريديان اقل من 24 ساعه انتريديان بتقعد اكتر من 24 ساعه سيركاديان 24 ساعه خلاص مراحل النوم مش مهمه قوي من ستيج 1 لستيج 5 لما اجي اشرح ام سي كيو هشرح لكم كده مخطط عشان هتعرف بيه حوالي 10 ام سي كيو في الفيديو خلاص بس ده ساعه 12 ام سي كيو ان شاء الله بس لا وقت خلاص ديستربنس اوف بايولوجيكال ريزم سؤال مهم جدا اللي هو ديستربنس اوف سيركاديان ريزم اول حاجه اسمها جيت لاج جيت لاج يا جماعه انا دوار السفر ايه دوار السفر لما اسافر من مصر لامريكا او بلد كلها كده مثلا حد عايز يقعد في البلد دي ما علينا لما تسافر من دوله لدوله على حسب حكايه الطول والعرض والحاجات اللي هي الوقت الزمني والحاجات دي هتلاقي نفسك تعبان في الدوله دي اول ما تروح ليه؟ بسبب اختلاف الوقت هو ده الجيت لاج يقول لك لما تيجي من الغرب للشرق هتتعب اكتر من لما تروح من الشرق للغرب يعني لو انت مسافر من مصر لامريكا مش هتتعب زي اللي جاي من امريكا لمصر خلاص كده يا جماعه طب وبعدين؟ رقم اثنين شيفت وورك كلنا هنتعرض ان شاء الله للشيفت وورك وبركه كلكم زي كده خلاص لما نشتغل تخش الامتياز من هنا تلاقي نفسك 10 ايام شغال الصبح و10 الظهر و10 بالليل مره الاثنين الصبح ومره الظهر ومره بالليل فاهمين قصدي ايه؟ يعني الدكتور دايما شغلانته ممكن بالليل ممكن الصبح تغير اسمها الشيفت وورك كل شويه وقت الشغل بيتغير فوقت النوم بتاع الوقت بيتغير ديبريشن يعني الاكتئاب من مشاكل السيركيديان ريزم اللي ممكن واحد يحصل له اكتئاب يبقى رجع لك انمريت المشاكل اللي بتحصل او الديستربنس مع السيركيديان ريزم هم ثلاث حاجات حاجه اسمها جيت لاج حاجه اسمها شيفت وورك حاجه اسمها ديبريشن خلاص كده تمام حد عنده سؤال في السؤال ده يا جماعه انا حبيت برضه في المذكره وانا بعملها اكلمكم عن حاجه ثانيه في المذكره حاجه دي ممكن تفيدكم جدا في الاجازه لو حابين تبقوا دكاتره شاطرين في ناس يا دكاتره ثالثه طب فاكرين انا دكتور بلدهم انا بطل لكم الوضع اللي لازم تبقوا عارفينه من سنه ثانيه ناس في ثالثه طب وفاتحين عيادات واحد تاني متخرج وفي امتياز ما يعرفش الالف انقص الدر تقول له بطني بتوجعني يقول لك روح الدكتور خلاص كده ايه يا دكتور الدواء ده ما اعرفش صراحه مش خدناه فاهم قصدي ايه واحد تاني في ثالثه طب زي ما بقول لكم او في رابعه وشاطر جدا ايه الفرق ده ما بين ده وما بين ده ايه ده واحد اتعلم والتاني لا يقول لي ايه تعلم الكتب طبعا لا الكتب ديت من هنا لغايه سته لغايه ما تخلص سته مش هتتعلم كلمه تفيد اتعلم اكرم نظري يعني انت خدت فسيولوجي خدنا ايه فسيولوجي ما فيش هننسى كله انا بقول لكم اهو اخد بس سايكولوجي خدت بس سايكولوجي ما فيش مش هتعلم غير العلاج يعني ايه علاج يعني لما اجي انا اخوك او باباك او مامتك او جارك اقول لك يا دكتور الحقني انا سخن وبرجع تروح تلاقي الاول السخن وبترجع ما هو الشخص السخن وبيرجع ده احتمال كبير يبقى عنده انفكشن يعني عدوى صح كده السخونيه ديت تكون سببها ان في بكتيريا في جسمه فالبكتيريا دي تعمل له عدوى حلو يبقى انا هديك مضاد حيوي عشان يودي الانفكشن دي وهديك مسكن منخفض الحراره عشان الحراره عندك دي تروح تمام كده دي حاجه انت اتعلمتها هتعملها بالفارما والله ما هتتعلم حاجه هقول ايه والله ما هتتعلم حاجه هتتفرج السنه الجايه برضه مش هتتعلم حاجه عاوز تتعلم تروح تقف في استقبال تتعلم من دكتور كلمه تقف من صيدليه تتعلم دواء ثلاثه خلاص كل الحاجات دي متجمعه في كتاب واحد اللي انت هتلاقوه مكتوب عنه في المذكره اسمه ميديسن اند فارماسي جايد اللي هو ايه يا جماعه؟ هيكلمك ازاي تشخص مرض يقول لك لما واحد يبقى سخن وبيرجع وبيكح مثلا خلاص بيرجع دي يعني عنده انفكشن في الجهاز الهضمي ماشي بيكح وعنده بلغم وكذا يبقى انفكشن في الجهاز التنفسي عنده مثلا سيوريا ووجع في البول وكذا وكذا يبقى انفكشن في الجهاز الدموي طب حلو انا عارف انه عنده خلاص كده طيب هعالجه ازاي المضاد الحيوي الفلاني بستخدمه مع المريض اللي عنده يوريا تراكت انفكشن والمضاد الحيوي الفلاني الثاني بستخدمه لما المريض عنده نزله معويه فاهم قصدي طب لو جالك واحد عنده صداع هديله ايه طب في مسكن في السوق اسمه بنادول ايه الفرق ما بينه وما بين مسكن اسمه فولتارين كل الكلام ده لاغراض الوقت زمايلكم اللي في امتياز هو فينا سبع طب وما يعرفوش عنه حاجه مش هقول كله انا كنت في رابعه بس بقول على نفسي شاطر ولا حاجه بس انا كنت نزلت في صيدليه ونزلت في استقبال وتعلمت كتير في الفتره اللي انت كنت فيها ثانيه وثالثه نزلت وتعلمت وكنت عارف حاجات كتير قوي فكان لما حد يجي يسالني من قرايبي انا بطني بتوجعني بديله علاج شخ بديله علاج كذا بديله علاج ليه فهمت وتعلمت ولقيت حكايه سهله جدا كان مش صعب ومش هتضره يعني انا مش هقول لك تعمل حاجه ممكن تضر الشخص اللي قدامك فاهمين قصدي ايه كل الحاجات دي انت ممكن تتعلمها قلنا لو نزلت او كده او تقراها في كتاب الكتاب هو موجود عندكم وموجود في المذكره اجزاء منه يعني مثلا واحده تيجي تقول لك يا دكتوره واحنا بنعمل اختبار الحمل ده ازاي حد عارف بيتعمل ازاي هو شريط كده مثلا اقول لك مثال ما تخافوش هخلص كلها خلص ده المرضى بقول لكم عشان تبقوا حاجات والله
والله العظيم تفيد. والله يا جماعه الحاجات دي ما احتاجتوها لغايه ما تخلصها. خلاص هو شريط كده اهو، في بقى خطين يا جماعه، كلمه وهخلص. شريط بيبقى فيه خطين، الخطين دول يا جماعه، الخطين دول لما تحطهم في البول بتاع السنين، لو خط واحد طلع بوستر يبقى هي مش حامل بس التفاعل صح. لو خطين طلعوا بوستر يعني الاثنين طلعوا احمر، يبقى الواحده ديت حامل والتفاعل معمول صح. خلاص كده؟ لو الخطين طلعوا مش معمولين يبقى انتوا عملتوا التفاعل غلط. يبقى ببساطه شريط في خطين، لو خط واحد طلع صح يبقى هي مش حامل، خطين تبقى حامل، الخطين ما اتعملوش يبقى انت عملت التفاعل غلط. فاهمين قصدي؟ حاجات كده، حاجات هتقراها وتتعلموها، اللي عاوز يقراها ممكن يبقى يقراها في الكتاب ده كده. خلاص نكمل بقى الحاجات، في اجزاء موجوده منها اللي حابب يقراها يقراها، والكتاب جاي من مصر. تمام. بعد كده السؤال اللي بعد كده حاجه اسمها ايه يا دكاتره؟ حاجه اسمها اتنشن. ايه الاتنشن ده يا دكاتره؟ خلاص الاتنشن هو التركيز. خلاص يعني ايه تركيز؟ انت قاعد دلوقتي بمزاجك في المحاضره عشان تركز، ممكن تبقى قاعد في محاضره الكليه غصب عنك عشان الغياب ما تركزش، صح كده؟ هو ده كلمة attention. attention أنا مركز مع حاجة. ألو؟ ألو السلام عليكم. أيوة. شير سايكولوجي؟ سايكولوجي؟ أنا عندي المجال. بيقول لك بيقول لك ده ده من الطبري غلط. ما كلش بيقول لك البوره انا كمان ما البوره. خلاص يا جماعه كده طلعت جديد. التنشن التركيز. خلاص كده التركيز. خلاص تايب اوف اتنشن، حاجه انت مركز فيها بمزاجك زي القعده اللي احنا قاعدينها دي اسمها فولنتري اتنشن. فولنتري مركز بمزاجك وانت قاعد بتذاكر في المكتبه، انت قاعد بتذاكر في امان الله، لقيت اثنين بيحكوا مع بعض بيحكوا قصه مثيره، قاعد سامعهم غصب عنك، دي اسمها ايه؟ انفولنتري اتنشن. انفولنتري اتنشن معناها تركيز غصب عنك. هابيتشوال حاجه احنا اتولدنا بيها، الام دايما مركزه مع اولادها. خلاص كده الام مركزه مع اولادها، احنا دايما مركزين مع المذاكره، يعني انت مثلا بتبقى بتتفرج على فيلم، انا بضيع الساعه دي عشان ايه وانا ما بذاكرش، انا ضميري مأنبني، انا كذا، كل حاجه مرتبطه في حياتنا واحنا في طب بالمذاكره. فدي اسمها هابيتشوال. هابيتشوال يعني حاجه بالعاده. يبقى انواع التركيز ثلاثه، فولنتري اتنشن، انفولنتري اتنشن، هابيتشوال اتنشن. لو اوف اتنشن، لو اوف اتنشن، قوانين الاتنشن. خلاص كده يا جماعه، قوانين الاتنشن ديت برضه سؤال موجود منه اسئله في الام سي كيو. سيلكتيفيتي يا رب يعني صفحه 13. خلصنا خلاص صفحه 11 ودخلنا على صفحه 13. اوكي؟ خالص يا نعم؟ لا مكتوب. اللي جاي ده مكتوب اهو. انت قصدك التايبس مكتوبه في وسط الكلام. لو دورت في الكلام هتلاقيه. الاتنشن يا جماعه ثلاث حاجات، فولنتري، انفولنتري، وهابيتشوال. دي انواع الاتنشن. السؤال الثاني هي اللو اوف اتنشن. لو يعني قوانين الاتنشن. خلاص هي قوانين الاتنشن يا جماعه. انا طبعا يعني انا بختار حاجه معينه وبركز فيها. دلوقتي جيتوا وبتركزوا في النهارده، الناس التانيين دلوقتي راحوا اتفرجوا على مسلسلات رمضان، ودي اسمها ايه؟ انا اخترت حاجه اركز فيها، دي اسمها سلكتيفيتي. طب رقم اثنين، رقم اثنين شيفتنج. انتوا قاعدين دلوقتي بتسمعوا المحاضره كمان ساعه ولا ساعه ونص، انتوا بتعملوا حاجه ثانيه، انا قلبت تفكيري او انتباهي من المحاضره لحاجه ثانيه، دي اسمها ايه؟ شيفتنج. يبقى شيفتنج غير تركيزي من حاجه لحاجه. ديستراكشن، احنا قاعدين دلوقتي راح جاي مثلا طيارات عامل سكوب جامد، شتت انتباهنا، دي اسمها ديستراكشن. الاستراكشن تشتت ذهني. حاجه اسمها فلكتويشن. يعني فلكتويشن يا جماعه؟ طول ما انت قاعد معايا دلوقتي في المحاضره كل شويه تركيزك يزيد قوي او يقل قوي، يزيد قوي او يقل قوي، دي اسمها واكس اند وانز. واكس يزيد وانز يقل. ولما يقول لك لما التركيز واكس اند وان معناه يزيد ويقل، دي اسمها فلكتويشن. عمرك ما هتبقى قاعد في المحاضره الساعتين او الساعتين ونص مركز. خلاص كده؟ عشان كده دايما لازم نعمل ريفريشمنت. حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ فلكتويشن. بعد كده حاجه اسمها سستينتابيلتي. سستينتابيلتي يا جماعه معناها انت مركز في حاجه فتره طويله جدا. عارفين اليوجا؟ اللي هو الواحد اللي بيتعمل قاعده عامل كده اهوت ثلاث ساعات ده، دي اسمها ايه؟ دي اسمها سستينتابيلتي. واحد مركز في حاجه وقت اطول من اللزوم، اسمها سستينتابيلتي. دي اسمها لوز اوف اتنشن. كسؤال ان هو يجي يقول لك الكلام عن لوز اوف اتنشن بيتهيألي صعب جدا، بس موجود في كتاب الام سي كيو كل تعريف من دون سؤال. يعني اجي اقول لك في كتاب الام سي كيو When you change your attention from one thing to another, this is called, يجيب لك اختيارات اجابه شيفتنج.
لما وانت مركز التركيز بتاعك كل شويه واكس اند وانز يبقى دي فلكتويشن، فاهمين قصدي؟ لما تزود تركيزك قوي في حاجه معينه دي اسمها سستينتابيليتي، اوكي يا شباب؟ اسمها لوز اوف اتنشن. بعد كده فاكتورز افكتنج اتنشن، ايه العوامل اللي بتاثر على الاتنشن يا جماعه؟ عوامل جواك انت وعوامل فيا انا. انت مركز معايا، في عوامل جواك بتاثر على تركيزك، في عوامل فيا انا بتاثر على تركيزك. فين الفاكتور عن العوامل اللي فيا انا اللي هي براك؟ مش طلع عامل تركيز؟ في حاجات جواك اسمها انترنال فاكتور، في حاجات براك اللي هي موجوده فيا انا اللي اسمها اكسترنال فاكتور. خلاص؟ الاكسترنال فاكتور دي يا جماعه الافشنسي، كل ما تخش دي اعلى كل ما هتركز اكتر. الريبيتيشن كل ما اكرر هتفهم اكتر. الشنجابيلتي كل ما غير في الاسلوب وغير الحوار وطلعك من حته ودخلك في حته تفهم اكتر، دي اسمها الشنجابيلتي. كونتراست كل ما يكون صوتي مهما كان صوتي عالي بس انتوا بتتكلموا بصوت عالي مش هتسمعوني زي المحاضره. او صوتي زي المحاضره دي اسمها كونتراست، لازم يكون صوتي او الحاجه اللي مركزين معاها اوضح بكتير من اللي حواليك. انفاميلاريتي كل ما الحاجه تكون غريبه شويه كل ما تركز فيها اكتر. خلاص دي اسمها انفاميلاريتي. كومباينيشن اوف سنتر ستيمولاي اند كومباينيشن فاكتور، لما اجمع كل الحاجات دي مع بعضها هلاقي نفسي مركز قوي. خلاص دي كلها عوامل فيا انا، في الحاجه الخارجيه اللي بتاثر عليك وانت مركز. طب جواك انت انترنال فاكتور، جنرال فاكتور السنسوري عندك انت، لو انت سامعك فيه مشكله عينيك فيها مشكله مش هتركز زي واحد سليم. لو انت تعبان او عندك ارهاق او 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 مش هتركز زي واحد كويس. ذكائك هياثر على تركيزك انتليجنس. خلاص ايموشنال ستيت، لو انت زعلان فاكر كلامك مكتئب او 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 مش هتركز معاك كويس. اسمها فاكتورز افكتنج اتنشن، مش مهم قوي. كوزز اوف شيفت، ايه اللي بيخليني يا جماعه افكت من حاجه لحاجه؟ برضه مهمه لغايه دلوقتي. المهم حتى الان التعريفات بتاعت اللوز اوف اتنشن عشان ام سي كيو وسؤال جاي في السكه كمان شويه. خلاص ايه الحاجات اللي بتخليك تعمل شيفت يا جماعه؟ سبونتينيتي معناها انت لقيت الحاجه اللي بتسالك ايه، يعني مثلا انت كنت بتفرج على القناه الفلانيه كنت كل يوم بشوف عليها حاجه جديده، جيت فوجئت ان هي عادة ثابته على نفس الحاجه غيرتها، لقيت الحاجه على نفس النمط سبتها، اسمها سبونتينيتي. اكسبلورنج وانت بتتفرج على التلفزيون بتتفرج مثلا على فيلم، خلاص تروح اختك جايه قايله لك انت ما تقلد كده يمكن تلاقي فيلم احسن، دي اسمها اكسبلورنج. استكشاف انت شفت من الحاجه اللي كنت مركز عليها عشان تستكشف حاجه احسن، دي اسمها اكسبلورنج. رقم ثلاثه مونوتوني، يعني الحاجه اللي انت برضو بدات تركز معاها دي بدات تمل منها. مونو دي يعني اصبحت نفس الريت ملل، يعني الاولانيه انا كنت بقول اصبحت نفس المواضيع، لا دي اصبحت ممله. مونوتوني دي يعني ملل، فانت بطلت تتفرج عليها او بطلت تركز معاها. فتيج، تعبت من كتر التركيز فبطلت تركز، دي اسمها فتيج يعني تعب. خلاص ساتسفاكشن، اكتفيت خلصت المحاضره وشرحنا كله استكفيت رحت ماشي، دي اسمها ساتسفاكشن. دي كل حاجات خلتك تعمل شيفت. العكس ايه الحاجات اللي تخليك تعمل سستينتابيلتي؟ الحاجات اللي تخليك مركز مع حاجه وثابت عليها. الانترست انت حاببها. كيروس معناها اللي هو الايه؟ الشغف او انت حاجه عاوز تعرفها، فضول اسمها كيروستي. بانشمنت او بريز، اقول لكم اللي مش هيحضرني المحاضره هسقطه في الامتحان، دي ايه اسمها؟ بانشمنت او بريز. اللي هيحضر المحاضره هديله 100 جنيه هي هي دي كده يا جماعه. ايه انتوا مركزين ليه او مثبتين الحاجه ومركزين فيها ليه؟ ده بالنسبه يا جماعه للاسئله دي. اهم الاسئله الشطر هم الاثنين اللي جايين. Examples of disorders of attention، ايه هي disorders of attention يا جماعه؟ ممكن نجيب بسهوله. هايبر بروسيكشيا، هايبر بروسيكشيا معناها زياده التركيز، الواحد لما يكون مركز قوي 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 بتبقى حاجه وحشه، يركز في ادق التفاصيل دي بتبقى حاجه وحشه جدا، اسمها هايبر بروسيكشيا. رقم اثنين ديستراكتبيلتي، التشتت، انت قاعد عاوز تركز بس تعبان فما عرفتش تركز، في حاجات بتخليك ما تركزش، دي اسمها ديستراكتبيلتي، دي رقم اثنين. رقم ثلاثه اتنشن ديفيسيت ديس اوردر، واحد عنده متلازمه عدم التركيز او عدم الانتباه، وخدتوها في الفسيولوجي السنه دي بتهيألي مع الثيرويد، هيألي صح؟ اسمها اتنشن ديفيسيت ديس اوردر. هم ثلاث حاجات في الديس اوردرز اوف اتنشن، رقم واحد ديستراكتبيلتي، هايبر بروسيكشيا، رقم ثلاثة attention deficit disorder. سؤال مهم جدا، السؤال اللي بعده مهم جدا برضه. How to eliminate distraction، سؤال مهم جدا جدا جدا. ازاي تتخلص من الديستراكشن؟ عشان تتخلص من الديستراكشن يا جماعة أول حاجة تتخلص من الديستراكتنج ستيميولاي، يعني إيه؟ بتقعد في المكتبة وبتذاكر، جيت اتنين يتكلموا جنبك، تروح سايبهم مكانهم ماشي. اسمها أنت كده اتخلصت من الديستراكتنج ستيميولاي. رقم اثنين
بص اخر واحده دي بقى اهم واحده كومباينيشن ديستراكتنج ستيمولاي والزمين تاسك. يعني ايه؟ انت بتذاكر في بيتكم جه فتح تحتيكم نجار، انت بدات تذاكر النجار وانت مش عارف تذاكر، امشي من هنا يا عم مش عارف اذاكر وعاوزين ايه معيشك، مشيول الراجل ده من هنا واقول احسن لكم البيت وامشي خلاص كده. شوف النجار بقى وكده، ده في اول يوم، ثاني يوم مفيش فايده مش هيمشي ولا انت هتعرف تمشي خلاص كده، ثالث يوم نفس الكلام. بعد كده تلاقي نفسك اتعودت على اصول النجار ده، بدات بتذاكر مع اصول النجار، اليوم اللي يقفل فيه مش هتعرف تذاكر خلاص كده يا جماعه. دي اسمها ايه؟ اخلي الحاجه اللي بتعمل لي مشكله او بتعمل لي ديستراكشن جزء من العمل بتاعي او جزء من التركيز بتاعي خلاص كده. دي اسمها كومبايننج ديستراكتنج ستيمولاي وذ ذا مين تاسك. حد عنده سؤال في الحاجه دي؟ تمام. بعد كده شابتر البرسبشن، برسبشن الاستقبال الحسي او الاستقبال بيرسبشن يا جماعه كلمتين، ستيمولس بلس مين، ستيمولس بلس مين. لو شفتني وعرفت ان انا احمد انت كده عملت لي استقبال، عملت لي بيرسبشن. لو سمعت كلامي وفهمته انت كده عملت لي بيرسبشن. طب لو شفتني وما عرفتنيش انت كده ما عملتش بيرسبشن. يعني انا شفت القلم ده وعرفت انه قلم انا كده عملت بيرسبشن. طب شفته وما فهمتش ده ايه؟ ده كده مش بيرسبشن خلاص كده. يبقى البرسبشن بيساوي انتربريتيشن، يعني تفسير خلاص كده. تفسير ايه؟ تفسير الحاجه اللي انا شفتها او سمعتها. ادي واحد. رقم اثنين، جوستال ده اسم عالم فرنساوي قال لك ان في كذا حاجه بتحسن البرسبشن بتاعنا. اول حاجه حاجه اسمها سيميلاريتي. لو انا رسمت لكم دي كده يا جماعه وقلت لكم دي ايه؟ دي ايه؟ شجره. غلط. دي شجره. دي سهم 2 3 4 5 5 اسهم، بس عقلك شبهها لك بشجره. لو في شجره بتبقى فاضيه من النص كده مفيش صح؟ فانت عقلك اللي قالها لك. دي اول واحده حاجه اسمها سيميلاريتي. سيميلاريتي علامات الاكس دي بترتبها ازاي؟ صفين، كل صف فيه اربعه صح؟ صح؟ انت عشان شايفهم دول قريبين من بعض قلت كده، انما انا ممكن اقول لك ده اربعه كولومن كل كولومن فيه اثنين غلط؟ صح. بس انت عشان قريبين من بعض شفتها كده. دي اسمها ايه؟ دي اسمها بروكسيميتي. انا مثلا خلاص دي ايه؟ دي ايه؟ دايره صح؟ دي مش دايره، بصوا كده مش دايره اهي صح؟ عقلك طبعا اللي ورا شايفينها دايره مالي زي الفل. هي انت شفتها دايره، هي عقلك كملها لك، انا شايفها دايره في الدايره، اسمها كلوجر. كلوجر يعني نقل الاشكال اللي قدامي. خلاص كده؟ طيب، كان بيتفرج على باسم يوسف مثلا الكلام ده بيتقال يتقال 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 وتيجي عند كلمه معينه يروح تاني الكلام، صح كده؟ بتفهم معنى الكلمه ولا ما بتفهمش؟ بتفهم، صح؟ دي اسمها كونتينوس، الواحد بيتكلم بسرعه بسرعه بسرعه، وفي كلمه انت ما سمعتهاش، عقلك كونها لك قدامك، صح كده؟ دي اسمها كونتينوس. خلاص؟ سيمتري. لو قلت لكم دول ايه هتقول لي ده دول مربعين، هما غلط مش مربعين. لو جينا نقيس الاطوال هنلاقيه مستطيل، عمره ما هيطلع ده قد ده، فاهمين قصدي ايه؟ وده اكيد اكبر شويه من ده او العكس، فاحنا هنا سيمتري يعني التشابه. والله ديستير بس عاوز يقول كلمه واحده، دايما عقلنا لما يجي يشوف الحاجه بيحاول يشوفها باحسن صوره، وهو بيشوفها بكذا طريقه، حاجه اسمها سيمتري، سيميلاريتي، كلوجر، بروكسيميتي، كونتينوتي. خلاص يا جماعة، إيه العوامل اللي بتأثر على البرسبشن؟ internal و external factor. internal حاجات جواك و external حاجات في الحاجة اللي أنت عامل لها برسبشن. internal الحاجات اللي جواك sensory limit، لو عندك مشكلة الحواس بتاعتك مش هتستقبل كويس. psychological factor، لو أنت عندك دافع إن أنت تشوف الحاجة هتشوفها. لو قلت لك دكتورة اسمها ايه؟ دكتورة اسمها ايه؟ فاطمة؟
هابنس از نو وير. في ناس سمعتهم قالوا هابنس از نو وير صح كده. دكتوره حلها كويس النهارده في الامتحان, حلت الامتحان كويس ان شاء الله يعني خلاص. فشفت الدنيا سعيده وفرحانه وجامده, قالت ايه هابنس از ناو هير. ركض مكتئب ساعتها, هابنس لو مكتئب خلاص. فقراها هابنس از نو وير خلاص كده. هابنس نو وير انا ممكن اشوف الحاجه زي ما انا عاوزها. اشوف دي اقول لك اه ده نص الكوبايه مليان, اشوف اقول لك ده نص الكوبايه فاضي صح كده. يبقى الموتيف بتاعي او الهابنس بتاعي ولا اخليه اشوفه. الست يا جماعة, ست يعني استعداد مؤقت. يعني استعداد مؤقت, انا قاعد في البيت وفي صرصار في البيت, صرصار اي حاجة اشوف الحركة احسبها صرصار صح كده. بلاش صرصار, في عقرب كده احسن. طيب فاكرين فيلم السبايدر؟ فيلم السبايدر كان اي حاجة يشوفها سودة ده فيلم اجنبي سبايدر. سودة على الخدمة فكروها سبايدر. ليه؟ عقلك مخيل لك ان في حاجه في البيت اسمها سبايدر. اي نقطه سودا هتشوفها, شفت خرطوم حسبته تعبان, شفت نقطه سودا حسبتها سبايدر. فاهمين قصدي ايه؟ ده اسمه ست. ست معناها استعداد نفسي مؤقت, موجوده في الام سي كيو. يعني ايه ست؟ استعداد نفسي مؤقت ان انت تشوف حاجه معينه. هابت اند فاميلاريتي, كنت اشتري بنطلون طالع جينز خلاص كده. لقيت بنطلون مركبه اسمها ديزل والتاني اسمه فولفا, الاثنين بنفس السعر. اشتري مين؟ ها؟ ديزل احسن. لقيت الديزل ب 200 جنيه وده ب 100 بس. اشتري مين؟ ديزل عشان ماركه صح كده؟ تمام. مع ان لا ده ديزل ولا دي ماركه. الديزل فيها اي صح؟ DESIEL اعتقد صح؟ انت عملت ايه؟ الناس اللي بيجي يسموا حاجة او يسموا بنطلون او يسموا حاجة بيقربوها من حاجة الكبيرة, حاجة مشهورة. ديزل هاد اول ما واحد يشوف اسم ديزل ده كله هيروح شاريه صح؟ يكتب لك بقى مرة DESSEL DEISEEL فاهم قصدي؟ اي حاجة تشوف ايه ده عم الحق ده ديزل ده حلو وسعره كويس حاجة. هي دي حاجة اسمها هابت اند فاميلاريتي. الواحد بيشوف الحاجة او بيستقبل الحاجة زي ما اتعود عليها. فاهم قصدي؟ بيشوف الحاجة زي ما اتعود عليها, اسمها هابت اند فاميلاريتي خلاص. استنى فاكتور العامل اللي فيا انا. لو انت دلوقتي بتعمل لي بيرسبشن, ايه العامل اللي فيا اللي هتاثر عليك وانت بتشوفني خلاص كده. الحاجه الاولانيه اللارج, كل ما اكون واضح عن اللي حواليا هتشوفني احسن. الموفي اتحرك غير دكتور تاني راح جاي عندك في المحاضره. يلا يا ابني اتفق الخمسه. ده ميكانيزم اوف اكشن اوف حاطين التكاتف اللي بيجوا يقعدوا في المحاضره دول قاعدين كده دول بيتكلموا خلاص. هم دول افتكروا واحد بيتحرك رايح شمال ويمين ويعلي صوته ويوطي صوته. ده زي واحد تاني قاعد لوكو وقاعد يقرا لكم الكتاب. طبعا استحاله. اسمها الموفي. طب ايه كمان؟ الانتنس الصوت العالي, القوه, اللود, البرايت, كل ما يكون واضح عن اللي حواليه. كونتراست مختلف عن اللي حواليه. النوفيلتي حاجه جديده. انت لازم تبص كل يوم في السوبر ماركت قدام بيتكم خلاص. السوبر ماركت ده انت بتعدي من غير ما تبص عليه. نزلت في يوم لقيت قدام السوبر ماركت ده في البوكس واقف وظباط وعساكر وام لا اله الا الله واقف. هتقف تتفرج ولا لا؟ هتقف. اشمعنى النهارده وقفت؟ حاجه جديده حصلت. نوفاليتي حاجه جديده خلاص كده. يبقى دي نوفاليتي. ريبيتد حاجه لو بتتكرر بتشوفها احسن. ستاند اوت فروم باك جراوند يعني لازم تبقى مختلف عن اللي حواليها. بعد كده جوستال رقم 2 في الاكسترنال فاكتور. الحاجات اللي قال عليها جوستال السيميلاريتي والبروكسيميتي والحاجات اللي اشرحها من شويه. رقم 3 مينتيننج بيرسبشوال كونستانسز. لما تيجي انت تستقبل اي حاجه دايما تستقبلها بشكلها الطبيعي. يعني ايه؟ لو انا شفت رسم الفيل, شوف هي رسمه قد كده, اول ما بشوفها بفتكر على طول شكل الفيل الحقيقي صح؟ دي اسمها بيرسبشوال كونستانسز. كل حاجه بنشوفها بعينينا بحجمها الحقيقي. زي بالظبط فيل او شفت قطه بفتكر القطه الحقيقيه, ورده شفت الورده وهكذا خلاص. بريسيفنج ديسبنس حاجه اسمها مونو اوكيولار اند باينوكيولار كيو. اكيد انت لما تشوف حاجه بعين واحده غير لما تشوفها بعينك الاثنين. فاكرين انتوا الديبس بيرسبشن بتاع السبيشال سنس والحاجات الحلوه دي خلاص. لما اشوف الحاجه بعينيا الاثنين مجسمه احسن بكتير من لما اشوفها برسمه. دي اسمها باينوكلر فيجن. باينوكلر فيجن هي يا جماعه اربع حاجات بيعتمد عليهم الايه؟ البرسبشن. الحاجه الاولانيه اكسترنال وانترنال فاكتور. انترنال حاجات جواك وانتهى. اكسترنال اربع حاجات,
التارجت الحاجه انت بتشوفها، هل انت بتشوفها بعين واحده ولا بعين اثنين؟ الحاجه الثالثه انت دايما بتشوف الحجم الثابت. والحاجه الرابعه القواعد الالجستيه. سؤال برضو مش مهم قوي، انما لما اجي اتكلم على في برضو حاجات مكتوبه في الكتاب مش مهمه قوي، زي حاجه اسمها internal و external behavior is determined by. يعني انت لما تيجي تقوم بشوف حاجه معينه، ايه اللي بيحدد الدرجه دي يا جماعه؟ خلاص انا جيت النهارده متاخر عن الشغل، متاخر عن الشغل، المدير بتاعي هيقيم هل انا متاخر بمزاجي ولا لا. والله انا جيت متاخر وكل زمايلي جايين متاخرين، يبقى المواصلات فيها مشكله. انا جيت متاخر بس طول عمري باجي بدري، يبقى النهارده كان عندي ظروف. انما انا طول عمري متعود على التاخير، هي دي طبيعتي صح؟ هم دول الثلاث كلمات اللي قدامكم. حاجه اسمها distinctiveness. distinctiveness معناها واحد متعود يعمل المشكله دي او يعمل الحاجه دي. consensus معناها كل الناس النهارده عملوا نفس المشكله دي، فبالتالي انا زيهم. دي consensus، كل الناس النهارده عملوا نفس الحاجه ان هم اتاخروا. consistency معناها ان الحاجه دي انا مش متعود عليها، يعني النهارده بس حصل غزل عني. برضو انا مش مقتنع بالسؤال ده، هو مكتوب في الكتاب وانا مش مقتنع بيه، اسيبكم مني. خلاص؟ The error while ايه هي المشاكل اللي بتحصل لنا بيننا بنحكم على الاخرين؟ انا دلوقتي عايز احكم على شخص. خلاص؟ ايه المشاكل او الحاجات اللي انا بقع فيها؟ دي منها اجزاء في كتاب الام سي كيو، فاللي هشرحها ده موجود في الام سي كيو. خلاص؟ رقم واحد حاجه اسمها سيلكتيف بيرسبشن. انا ممكن لما اجي احكم على واحد بحكم عليه من خلفيتي عنه. يعني ايه؟ انا سمعت كلام عنه فقلت عليه وحش، مع اني عمري ما قابلته ولا اتعاملت معاه، هو ممكن يبقى حلو جدا. دي اسمها ايه يا جماعه؟ دي اسمها سيلكتيف بيرسبشن. ادي واحد. رقم اثنين هالو افكت. يعني ايه هالو افكت يا جماعه؟ هالو افكت معناها النظره الاولى. انا اول ما بشوف واحد اول شكل او اول انطباع بشوفه عنه هو ده اللي بيفضل قدامي. شفت واحد لابس وكذا 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 او ده في ناس وكذا. شفت واحد تاني بارد ده وحش مش عارف ايه. ده اسمه هالو افكت ومش دايما بيبقى صح. يبقى الهالو افكت دي النظره الاولى. رقم ثلاثه كونتراست افكت. دخلت امتحان شفوي فاكر الدكتور، الدكتور سالك سؤال ما تجاوبش، الثاني جاوبته، الثالث ما جاوبتوش، الرابع جاوبته، يعني سؤال او سؤال لا، الدكتور قال لي يا ابني برافو عليك انت ممتاز، هديك الدرجه النهائيه. ربنا يخليك يا دكتور، طب ليه اداله الدرجه النهائيه؟ قال لي اصل اللي قبلك حمار واللي بعدك حمارين، يعني الاثنين مش عارفين حاجه، انت جاوبت نص الاجابات انت احسن منهم هديك الدرجه. يبقى كونتراست افكت معناها انا بقارن الشخص باللي حواليه، اللي قبله واللي بعديه. دي اسمها كونتراست. طيب ستيروتايبنج انا بقارن الشخص بالدفعه كلها، يعني كل الناس اللي داخلين النهارده خايبين الا ده شاطر يبقى ده اشطر واحد، اسمها ستيروتايبنج. يبقى ستيروتايبنج بقارن شخص بمجموعه، كونتراست بقارن شخص باللي قبليه واللي بعده، هالو افكت النظره الاولى، بيرسبشن او سبكتيف بيرسبشن من خلفيه عنه. يا جماعه دي موجوده في الام سي كيو، التعريفات دي كتاب الام سي كيو. بعد كده بيرسبشن ديس اوردر مهم جدا جدا جدا. يجي لك سؤال السنه دي اسمه disorders of perception. أجنوزيا. حد فاكر معايا ايه هو البرسبشن؟ ايه زي ايه؟ ستيمولس بلس ميني. اديتك مؤثر انت استقبلته وفهمته، طب حلو. طب لو استقبلته وما فهمتوش كده انا عملت البرسبشن. في حاجه اسمها اجنوزيا. يعني ايه اجنوزيا؟ انا شفتك قدامي بس ما عرفتش ان انت كذا. انا سمعت كلامك بس ما فهمتوش، دي اسمها اجنوزيا. واحد عنده مشكله في اريا 17 و18 و19 و42 و44 و59 خلاص كده؟ و44 خلاص؟ اجنوزي ادي واحد. اليوجن يعني ايه اليوجن؟ شفت حاجة موجودة حاجة تانية، يعني ايه؟ شفت كرتون حسبته تعبان، شفت نقطة سودة حسبتها سبايدر، شفت محمد حسبته أحمد. أنا كده شفت فعلا واحد قدامي أهو بس افتكرت حاجة تانية، ده اسمه اليوجن الوهم. هلوسينيشن الوسم. سمعت صوت مش موجود، شفت حاجه مش قدامي، يعني ايه؟ انا شايف كده قدامي شخص هنا هو مش موجود، سامع حد بيكلمني في وداني، ده اسمه هلوسينيشن. يبقى هلوسينيشن استبدال لمؤثر غير موجود. اليوجن استبدال خاطئ لمؤثر موجود. اجنوزيا استقبلت حاجه وما فهمتهاش. سنسوري ديبريفيجن. سؤال جيب 10 درجات السنه اللي قبل اللي فاتت. القطعه كلها مش حليته انا اللي كان بيذاكر من المذكره ليه؟ السؤال اللي جبته في الكتاب صفحتين، لسه سطرين، سطرين، جيب 10 درجات. كل اللي كان بيذاكر من الكتاب قال دي حاجه مش مهمه مش قراءه. بس عشان انا بركز على الكلام المهم
فالسنشل ديفيجن ده كان سؤال مهم جدا اما كان يجيب اسئله. السؤال ده كان فيه 10 درجات. فالسنشل ديفيجن يا جماعه الحرمان النفسي او الحسي. انا خدت شخص وحطيته تحت الارض في حبس انفرادي 3 ايام. الشخص ده هيطلع بعد 3 ايام بيكلم نفسه. بيكلم نفسه ليه؟ مش حد بيكلمه. يتحرك يعمل مفيش مفيش صوت مفيش حركه مفيش اي حاجه هيبدا يكلم نفسه يخش في هلوسه ومشاكل جامده. دي اسمها يا جماعه سنسوري ديفيجن. يبقى مشاكل البرسبشن اربعه اجنوزيا هلوسينيشن دول اهم ثلاثه. عايزين نزود واحده رابعه تبقى سنسوري ديفيجن. سنسوري ديفيجن في سؤال قبل كده ايه هي الاليوجن او ايه الكوزز اوف الاليوجن. ممكن يجي يقول لك انمريت كوزز اوف الاليوجن. اسباب الاليوجن يا جماعه الاليوجن دي تو ناتشرال ريسبونس. لو انا حطيت معلقه في كوبايه ميه ايه اللي هيحصل للمعلقه؟ هتنكسر. انا شايفها مكسوره هي فعلا مكسوره؟ لا. يبقى انا شفتها غلط انها مكسوره عشان النتشر بتاعتها. دي اسمها الاليوجن دي تو ناتشرال اوف ريسبونس. الليوجن ديو تو سبجكتيف كونديشنز. يعني ايه؟ الليوجن بسبب ظواهر طبيعيه. ايه الظواهر دي؟ وانت بتقرا بسرعه في الكتاب ممكن كلمه تكون مكتوبه غلط وتقراها صح. ايه اللي خلاك تقراها صح؟ عقلك وانت من كتر السرعه خيل لك ان انت هتقراها صح. دي اسمها ايه يا جماعه؟ دي اسمها بروف ريدر فينومينا. بروف ريدر فينومينا معناها ان انت لو بتقرا الجرنون او كده ما بتركزش قوي في الكلام ممكن لو في كلام مكتوب غلط وتقراه صح. ادي واحد. رقم اثنين ديجافو فينومينا. يعني ديجافو حصلت لك حاجه قلت ده الحاجه دي حصلت لي قبل كده. دخلت مكان قلت انا دخلت المكان ده قبل كده وانت عمرك ما دخلته. قلت انا دخلته. دي بتحصل دايما في سن المراهقه. يعني انت في السن وانت لسه داخل الكليه او قبلها بسنه كده كانت بتحصل لي معلش ان انا اشوف حاجه او انت حصل قبل كده وهي ما حصلتش. اسمها ديجافو فينومينا. حاجه ثانيه حاجه اسمها ايريستول فينومينا. يعني ايه ايريستول فينومينا يا جماعه؟ بيقول لك لو انا حطيت صابعين على بعضهم صابعين كده ولمستهم بقلم بطريقه معينه هحس ان انا لابس قلمين مش قلم واحد. دي اسمها الستور فينومينا. مش مشكله كفايه الاسم. انا عندي حاجه اسمها الليوجن ديو تو سبجكتيف كونديشن. هما ثلاث حاجات. حاجه اسمها هابت اند فاميلاريتي اللي هي بتنقسم الى الستور فينومينا. حاجه اسمها بروك ريدر فينومينا. بعد كده الست. يعني ست يا جماعه قلنا دايما ممكن يحصل لي الليوجن بسهوله لو عندي ست. يعني ست استعداد حسي مؤقت. يعني ايه استعداد حسي مؤقت؟ انا خايف ان في مثلا الدنيا ضلمه يقابلني شبح. اي حاجه هتقابلني هفتكرها شبح. خلاص كده. دي اسمها ايه يا جماعه؟ الست. طب بعد كده الليوجن ديو تو سنسور ديفكت. بسبب الليوجن بسبب مشكله. واحد بيشوف الالوان اسود الملونه ليه؟ عنده عمى الوان مثلا. ده اسمه الليوجن ديو تو سنسور ديفكت. اهم اسئله في اللي انا قلته ده اوردرز of perception, orders of attention, how to distract this disability with illusion.